مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه الجمعه 30 اكتوبر 2015. على المستوى نقول المصري، طبعا تم اعلان نتيجه انتخابات المرحله الاولى، والحقيقه نشكر ربنا ان في مشاركه من الفردي بالنسبه للمراه وبالنسبه للشباب، يعني او فوز بعض الشباب والمراه، يمكن 5 تقريبا في يعني من مجموع ال 209 مقعد اللي كانوا بالنسبه للفردي. كمان طبعا من الاحزاب فاز عدد لا باس به، لكن يعني الواضح جدا جدا هو انه الاشتراك او نقدر نقول المشاركه كان نسبه قليله جدا، على الرغم من انه الحقيقه المتحدث باسم اللجنه العليا للانتخابات كان قال ان النسبه دي لو احنا قارناها بانتخابات مجلس شعب سابقه وبرلمان سابقه هنلاقيها نسبه معقوله جدا، او يعني لم تكن اقل من نسب مثيله ليها قبل كده، وانه بالتالي يعني الموضوع كده خلاص المرحله الاولى انتهت، بيتوقعوا ان شاء الله ان يكون المرحله الثانيه يكون يعني مشاركه افضل. الاحزاب حصدت 129 مقعد، ومن المستقلين اللي فازوا ب 148 كان عندنا 5 من السيدات، وكان عندنا كمان عدد من الشباب يعني فوق ال20. بالنسبة للأحزاب، المصريين الأحرار حصدت 41 مقعد، مستقبل وطن 36، الوفد 20. طبعا اكيد حزب النور يعني بعد ما تم يعني زي ما بنقول رفضهم من قبل الشعب المصري، قالوا ان الانتخابات دي غير نزيهة، وبدأوا طبعا يلوموا ويلقوا باللوم على امور كثيرة بالنسبة للانتخابات الحقيقة، يعني ودي برضو يعني ده طبيعي ان احنا نشوفه. بالنسبة لأيضا اعضاء حزب النور يعتدون على اقباط بدايرتي العامرية وبرج العرب، ودي برضو كانت من الامور اللي حصلت اثناء عملية الانتخابات. بالنسبة ل يعني يمكن زي ما حضراتكم شايفين، ده كان المؤتمر الصحفي، والمستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان عرض بعض النتائج وبعض الموضوعات الهامة جدا، أو بعض يعني نقدر نقول الأمور اللي كان لازم تذكر بالنسبة للعملية الانتخابية. الرئيس السيسي موجود في البحرين وكان تحدث، ألقى كلمة منذ قليل، وأيضا دي كانت ثالث محطة بعد زيارته لدبي والهند، وهنتوقف عند أهم النقاط أو أهم الاتفاقيات اللي تمت بالنسبة لزيارة الرئيس السيسي للدول الثلاث. عندنا طبعا في المتابعين الفيسبوك وتويتر او يعني الفضائيات والاعلام المصري، كان الموضوع يعني الموضوع اللي يعني على الساحه زي عادتنا كل مره بيكون لينا موضوع كده بياخد اهتمامات، ونلاقي برضو على مواقع التواصل الاجتماعي بقى تريقه وكوميكس وحاجات كتيره جدا. هو موضوع ريهام سعيد وفتاه اللي هي معروف عنها، او تم يعني احنا دايما اي حد كده بنلقي عليها، بنلقي على الموضوع والقصة اسم، فالفتاة اللي هي كان تم التحرش بها سموها فتاة المول، او اللي هي فتاة مول الحرية. الموضوع بدأ من حوالي 5 ايام، انا كمان وانا على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت فيديو بدأوا ينشروه وبيقول لك اتفرجوا بقى على اللي بيحصل، وبنت الباين في الفيديو ده كان واضح ان هو الفيديو ده من المول، باين ان البنت وهي داخله المول زي الاخ ده كان شاب بيعاكسها طبعا من غير صوت الفيديو، وبعدين واضح ان البنت يبدو ان هي يعني نهرته وشتمته، راح الولد نازل فيها ضرب. الكلام بقى اللي كان منشور وقتها على الفيديو ده انه الشرطة والدنيا والكل محدش تحرك، ولكن اللي تحرك كان شباب من اللي داخلين المول بسرعة راحوا عند الشاب ده ويعني اخدوه على جنب، واذا كان بقى اللي حصل انه وقتها ما تسلمش للشرطة ولا اتقبض عليه وقتها. لغاية الموضوع ده كان عدى بقى كام يوم، فوجئنا بالموضوع بتاع ريهام سعيد، بقى ان ريهام سعيد المفروض ان هي عملت تسجيل مع البنت دي، وزعته مجرد ما خلصت التسجيل على طول زعته في الحلقة في قناة النهار اللي هو برنامج صبايا الخير. فاللي حصل انه الناس كلها اتفاجئت بان هي عرضت ليها صور شخصية، وبدل ما تدافع عن البنت ضد التحرش
بدأت تتهم البنت وتقول ان احنا لازم ان احنا برضو زي ما بنتهم الشباب اللي بيتحرش نتهم الفتيات، وبدأت عرضت صور شخصية للبنت طبعا، وعلى اعتبار ان هي بتلومها ان هي مش ضحية. الموضوع ده طبعا أثار ردود فعل غاضبة. البنت كان بيقال ان قبليها كانت دخلت مع وائل الابراشي، وبعدين كانت عملت تسجيل مع ريهام، وبدأ بقى الاعلام كله بيتحدث، ومواقع الفيسبوك كلها ومواقع التواصل الاجتماعي كلها تحدثت عن فتاة المول وعن ريهام سعيد، وعن انه ازاي ان هي فضحت هذه البنت، وازاي البنت طبعا قالت ان اللي حصل ده عبارة عن انه بتقول ده، البنت ادعيته في اكتر من قناة ان هي كانت قالت لحد من الموظف هناك في القناة يشحن لها الموبايل، وإن تمت سرقة الصور الشخصية عن طريق سرقة الصور دي من الميموري كارد اللي موجود على الموبايل. بتقول إن هو حد خده ونسخ كل اللي عليه. الموضوع كبر بأنه الموضوع أخد منحنى إنك إزاي الإعلام يتعامل مع مثل هذه القضية بهذا الأمر، إزاي إنه الإعلامية تنشر صور لفتاة حتى لو كانت هذه الفتاة أيا كان بتدي انتهكت خصوصيات هذه الفتاة وعرضت صور من غير إذنها، وفي نفس الوقت الصور دي يعني ما هياش دليل اتهام، يعني انت بتتهمي ايه وبتتهمي ليه؟ وطبعا الكل بقى قاعد يتكلم على انه ده عمل لا اخلاقي، عمل غير مهني. من هنا بدأت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات اللي هي الشركات اللي بنقول المفروض ان الدعاية، يعني شركات الدعاية اللي بتمول هذا البرنامج. ومن هنا بدأت طبعا الشركات تعلن ان هي انسحبت من تمويل البرنامج، وبالفعل استجابت قناة النهار لانه كان في طبعا دعوات لان يتم وقف البرنامج. وبالفعل النهارده طلع بيان اعتذار للفتاة واعتذار للمصريين عن ما بدر من ريهام سعيد، وانه طبعا هيتم تعليق. خلوا بالكم برضو من الجمل، احنا معانا الصوره زميلي، انا كنت بعتها لزمايلي في الاعداد، معرفش جابوها لك ولا لا، الصوره البيان نفسه من قناه النهار، انه البيان ده قالوا فيه تعليق البرنامج، يعني شبكه تلفزيون النهار تمت قررت الغاء الحلقه اللي كانت بين الاعلامي خالد صلاح وريهام سعيد، وقررت تعليق، خلوا بالكم من تعليق دي، إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل، كما تؤكد شبكة تلفزيون النهار إنه اعتذارها لكل من أساء أو تم الإساءة إليه من الحلقة أو استياءه من الحلقة المذكورة، وتؤكد على احترامها لكل سيدة وفتاة من بناتها وأهالينا، من بناتنا وأهالينا وشعبنا الكريم، وتؤكد إن كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤوسنا، وسنظل نحترمهم ونقدرهم، ونعتذر للجميع مرة أخرى. حفظكم الله وحفظ الله مصر. ده البيان الرسمي اللي صدر من قناة النهار. طبعا القصة أنا حكيتها لحضراتكم باختصار، طبعا الموضوع دخل فيه كمان إن هي دخلت على قناة المحور مع إيمان الحصري، وكانت إيمان تحدثت وانتهرت طبعا هذا النوع من الإعلام، دخلت بقى معاها وأنا بداخلة علشان خاطر حسن راتب، وأنا معرفش اسمك إيه، طبعا كان بشكل برضو مستفز، وأنت لازم تسمعيني غصب عنك. واللي عملته إيمان طبعا إن هي قفلت السكة وقالت لها خلاص يعني كده عندك حسن راتب زي ما أنت عايزة، اللي هو طبعا صاحب قناة المحور. فالموضوع أخد منحنيات رهيبة جدا. احنا الفترة اللي فاتت دي عندنا أمور صعبة كتيرة قوي، عندنا طبعا يعني فوز ابن مرتضى منصور، وأنا شفت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشكر اللي بعت لي الفيديو ده، فيديو يعني بصراحة أقل ما يوصف، إنه ما ينفعش نعرضه أساسا، واستياء أنا استأت من إني استمعت للفيديو ده. بيقول فيه إن هو لما هياخد بقى الحصانة هنوريكم وهنفعصكم، ده أقل حاجة يعني قالها في الفيديو. فطبعا في ناس تانية بتقول انتوا الناس اللي تخاذلت عن ان هي تنزل وتدلي بأصواتها هم السبب اللي خلوه انه ينجح ابن مرتضى منصور في الدقي طبعا، وكان فارق بسيط حوالي 800 صوت بينه وبين الشبكي او عمرو الشبكي. فالحقيقة الأوضاع نيجي بقى نلاقي مثلا وائل الإبراشي وجاب البنت الست اللي هي السيدة اللي هي مرشحة في حزب النور سوزان، وكانت يعني بتتهم نجيب جبرائيل بأنه هو اللي كان بينسق بالنسبة اللي تم اختيارهم لحزب النور، وهو اللي كان بيقنعهم من المسيحيين عشان ينضموا لحزب النور، وحصل بقى مشادة كلامية وصلت لبرضه ألفاظ وحاجات صعبة جدا. قبلها برضه كان يعني هجوم من وائل
ابراشي برضو مجموعه معاه على فاطمه نعوت. فالحكايه كده ايه، داخله في منحنيات زي بقول لحضراتكم، وبتلاقوا مواضيع ليها العجب اللي بتحصل يعني في الايام اللي فاتت دي في الاعلام، والواحد متعجب بصراحه من اللي بيحصل سواء في الاعلام او سواء لاختيار الشعب لمرشحين. هل ده كان يعني، ما احنا برضو بنتكلم على ان المشاركه كانت ضئيله جدا. انا حبيت بس اقول المثل ده بالنسبه للانتخابات ولدايره الدقي، يعني بحاول اني اؤكد وادعو كل مشاهدينا اللي بالنسبه للمرحله الثانيه في محافظات المرحله الثانيه، ارجوكم 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 انقذوا المقاعد الباقيه في البرلمان، من فضلكم انزلوا وشاركوا وكونوا ايجابيين. السلبيه وعدم المشاركه بتجيب حاجات اصعب من اللي انتوا حتى كنتوا عايزينه. اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، انك لو انت هتقاطع علشان انت رافض، لا، طب روح اختار افضل الموجودين. ما تسيبش الفرصة لانك انت لما ما بتشاركش، زي ما قلت لحضراتكم، بتبصوا تلاقوا الاعداد اللي بتيجي او النوعيات اللي بتيجي، نوعيات يعني الواحد مش عايز يقول يعني اوصاف ولا غيره، ولكن ارجوكم شاركوا. عندنا دلوقتي المرحلة الاولى كانت حوالي، بتهيألي كده على حسب الكلام اللي اتقال من اللجنة العليا للانتخابات، انا بس مش عايزة اكون مش دقيقة في المقاعد، تقريبا 260، كان 269، يبقى كده 269، 269 مقعد دلوقتي تقريبا، اللي هم المفترض ان لي لا عفوا 209 والاربعة يبقى 212 وال60، يعني احنا بنتكلم في حوالي 270 مقعد او يعني كده من ال 580. فارجوكم لسه عندنا فرصة بالنسبة للمرحلة الثانية. ده يعني مقدمة كده. لو رحنا بقى فيينا والمشكلة السورية، ونلاقي لأول مرة الحقيقة يكون حوار ليشارك فيه وزراء خارجية دول كثيرة، لأول مرة تشترك منهم إيران بالنسبة لمناقشة الأزمة السورية ووضع حلول لهذه الأزمة السورية. من ضمن الأمور اللي يعني اطلعنا عليها أو اطلعت عليها قبل ما أجي مع حضراتكم على طول، كان بيان ألقاه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي. وفي هذا البيان الحقيقة برضو هم طبعا كان من أهم النقاط اللي بيناقشوها في البيان ده، الأسد يبقى ولا ما يبقاش، ويقعد قد إيه، والمرحلة الانتقالية. الحقيقة أقروا إن الشعب السوري هو اللي يختار، بما معناه إنه هيكون في انتخابات لاختيار حكومة متكافئة وانتخابات يعني قادمة. ده اللي اتقال بالنسبة لموضوع وضع الأسد، ولكن تم أيضا الإعلان عن أنه اتفاق على محاربة هذا العدو الإرهابي داعش. اتفاقيات الحقيقة شملت أكتر من نقطة قالها جون كيري، هحاول أطلع حضراتكم عليها. وطبعا ردود افعال بقى كتيره، وناس ما بين معترضه على انه ايه ده، اتفاقيه جنيف ما كانتش بتذكر وجود الاسد خالص، وان احنا كده طبعا المعارضه، وانه هل المعارضه هتقبل بهذه البيانات او بهذه الاراء التصريحات اللي طلعوا بيها في اجتماع فيينا، يعني في وجود طبعا روسيا في الموضوع، وايران تعتبر الاثنين حلفاء لسوريا. من ضمن الحاجات اللي أخذت أيضا على إيران، إن وزير الخارجية الإيراني كان صرح وقال إن هم ضد بقاء الأسد إلى الأبد. وطبعا يعني من الجانب السوري، ما هو بيقول لك طب ما هو طبيعي، هو في رئيس بيبقى إلى الأبد، فكون تصريحات زي كده من إيران لا تعني أبدا تغيير موقفها ولا عدم دعمها أو تغير موقفها نحو الأسد. فأمور كتيرة حاصلة بالنسبة لموضوع فيينا، آراء كتيرة جدا هنحاول نتناقش فيها. اللاجئين مستمرين بالنسبة للمواني اليونانية، وللأسف الشديد كان في هناك يعني كان في يعني مركب للاجئين بتحتوي على عدد او بتقل عدد كبير، وايضا هذا العدد غرقوا منه حوالي ثلثه او ربعه، وتم انقاذ الباقي. وهناك طبعا يعني لوم بالنسبه لليونان على يعني عدم الاهتمام بانقاذ كل المجموعه قبل ما تحصل المشاكل دي كلها. ده بالنسبه للاجئين. بالنسبه لتركيا، الانتخابات هذه الايام، وحزب اردوغان بيقول تململ وانقسامات على ابواب الانتخابات. بالنسبة للعراق عندنا مقتل 100 من داعش في سنجار، وكمان في تضارب بالنسبة للسقوط، كان سقطت من حوالي 3 4 ايام مروحية بتقل قادة فجر ليبيا، وكلهم
كانوا توفوا في هذا السقوط، سقوط طائرة، وفي تضارب مشبوه حول هذا الأمر. هل بالفعل تم إسقاطها من قبل قيادات ليبية ولا أو يعني من قبل قيادات الجيش الليبي المعترف به؟ وفي كمان عندنا في اليمن غارات جوية للمرة الأولى من قاعدة العند. بالنسبة للشأن القبطي، البابا تمدرس عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، وطبعا الرحلة اللي كانت في أمريكا استغرقت حوالي 3 أسابيع. عندنا برضو في واقعة حصلت في كنيسة العذراء في نجع حمادي. الكنيسة دي تم الاعتداء عليها من قبل الشرطة بسبب أنه مواضيع ليها علاقة بالانتخابات ومشاكل ما بين 2 مرشحين، ومش عارفة بصراحة إيه اللي دخل الكنيسة في الموضوع. وتم القبض على 5 من الأقباط. كاهن الكنيسة هناك بيقول، طبعا بيأكد الكلام اللي كان انتشر، أن الكنيسة دي كنيسة صغيرة مقفولة ليها 20 سنة، وبيتمنوا أنه يطلع لها التصريح بفتحها مرة أخرى، وانه تم اخلاء سبيل ال5 اقباط اللي تم القبض عليهم في واقعه زي بقول لحضراتكم كانت كلها بسبب مشاكل، بسبب على يعني ما بين 2 مرشحين او يعني المؤيدين لمرشح ومرشح تاني، اللي دخل الشرطه وانها تروح تهجم على الكنيسه، وليه القبض على ال5 اقباط دول، ولكن هم اخلي سبيلهم من غير توجيه اي اتهامات. الارصاد الجويه، في تحذيرات في اماكن كتير جدا من موجه من الامطار والعواصف في النهارده. حتى في بعض الاماكن في كاليفورنيا كان في عواصف شديده جدا جدا، وطبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين انه المواضيع انه مش بس كانت الاسكندريه والنوه اللي حصلت في اسكندريه، وكان في كمان في لبنان، وموجه من الامطار الغزيره تجتاح عددا من الدول العربيه. دفعت السلطات إلى إعلان اليوم عطلة رسمية لجميع الدوائر الحكومية إضافة إلى إغلاق المدارس. الموجة تسببت بغرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في معظم مناطق بغداد، كما أغرقت بعض المنازل بالإضافة إلى تعطل حركة السير نتيجة لارتفاع مناسيب المياه. لكن الأهم من هذا حال النازحين مع هذه الفيضانات الذين يفترشون الأرض داخل خيام بسيطة غير مجهزة لمواجهة هذه الأمطار. ما ضل علينا لا خيمة ولا غذائية ولا كل شيء، ما بقى علينا وتعدينا. بدورها أعلنت الحكومة العراقية النفير العام لإغاثة هؤلاء النازحين وتوفير ملاذات آمنة لهم. ويبدو أن الحالة لم تكن أفضل في لبنان، فتعطيل العمل الحكومي المستمر بسبب الخلافات اللبنانية بدا واضحا مع هطول الأمطار التي جرفت النفايات المتراكمة منذ نحو 5 أشهر. الفيضانات فضحت مدى خطورة أزمة النفايات التي يعيش كابوسها اللبنانيون، وتجمعت عند مجاري المياه لتغلقها. خبراء في الصحة دقوا ناقوس الخطر من كارثة صحية تهدد اللبنانيين بالكثير من الأمراض والأوبئة. إلى مصر وتحديدا من الإسكندرية التي تجدد تساقط الأمطار فيها وأغرقت بعض الشوارع بمياه وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار بسبب تعطل نظام صرف المياه. أمطار كثيفة عطلت حركة الحياة في الإسكندرية وأودت بحياة عدد من المدنيين صعقا بالكهرباء وطمرا تحت أنقاض المنازل المنهارة على وقع موجات الأمطار. ياسر محمد علي، العربية. وزي ما حضراتكم شفتوا التقرير ده، اكيد لو شفنا بعض القنوات الاجنبية هنلاقي تقرير برضو عن الاحوال، عن موجة التغيرات المناخية اللي بتقابل كثير من الدول الاوروبية وامريكا وفي كل العالم على فكرة، في تغيير في المناخ. نبدأ مع حضراتكم جولة الصحف، ومعانا صحيفة اليوم السابع الصادرة مساء اليوم اللي هي صحيفة السبت. صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها بتتحدث عن القصة الكاملة لتحقيقات النهار مع ريهام سعيد. القناة تعلق برنامج صبايا الخير بعد حلقة فتاة المول وتؤكد احترامها لكل سيدة وفتاة، ده البيان اللي أنا قلته لحضراتكم. هي طبعا اليوم السابع فتح الملف بالكامل. في ناس بقى بتتساءل انه دلوقتي حضرتك لما بتشوف، مش دي مش اول مشكلة على فكرة تقابلنا في يعني مواقع التواصل الاجتماعي وتكون ريهام سعيد هي السبب فيها. فبالتالي احنا النهاردة بنتحدث عن انه في اعلام من غير مبادئ فعلا،
وان مفيش اي مواثيق بتحكم هذا العمليه الاعلاميه عموما. يعني لما سئل، لما تم سؤال يعني طرح هذا السؤال والتساؤل في اي حاجه، في ميثاق شرع، في امور بتحكم العمليه، قال لك انه المفترض ان الاعلامي هو وضميره، وضميره هو اللي بيحكمه في العمليات دي. اعتقد ان بعد الحركات، بعد الحاجات دي كلها، ودي مش اول مره، بنتمنى ان يكون في يعني ميثاق يوضع بشكل يعني زي ما بنقول يعني واضح وفي بنود واضحة، وإنه ما ينفعش يكون في أي حد يعني يخرج خارج سياق هذا الميثاق. النقطة الثانية السوشيال ميديا وقوتها. حضراتكم يعني احنا هنا بنتحدث برضو عن انه الموضوع ده وصل للتحقيق، ووصل ان الشركات تسحب دعمها لهذا البرنامج ورعايتها لهذا البرنامج. ده معناه انه عشان خاطر الدعوات الكتير جدا اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاجات الكتير اللي منهم موتي يا ريهام سعيد. طبعا انا ضد يعني موتي والكلام ده كله، ولكن ده كان هاشتاج فعلا اخد ترند عالي جدا وفي قوة. ما تنسوش طبعا في تصريحات قبل كده الوزير العدل، برضو شفنا قد ايه قوة السوشيال ميديا وقوة المواقع التواصل الاجتماعي في تأثيرها في هذه المشاكل. عشان كده دي حاجة عايزين نستغلها بشكل ايجابي. البعض يرى بقى انك انت عندك مشاكل وعندك امور سلبية كتير في المجتمع وعندك حاجات حصلت في الانتخابات، فهل يا ترى موضوع ريهام سعيد ده اللي هو بص العصفورة، ان دي عصفورة جديدة عشان تلفت نظر الشعب المصري لموضوع تاني خارج اطار المواضيع المهمة؟ عموما نتمنى انه الاعلام يبدأ يناقش الموضوعات الهامة، يبدأ يناقش مشاكل الناس، يبدأ مشاكل يناقش متاعبهم الحقيقية، مش كل شوية ناخد موضوع ونقعد نكبر فيه ونقعد نتفاعل معاه، وكلها بتبقى إلى حد كبير موضوع شخصي. يعني هذه الفتاة ده موضوع شخصي، ده خد منحنى كبير جدا. الأمور كتيرة قوي بتناقش في الإعلام بشكل بشخصنة وبشكل شخصي وحاجات محدودة، وبتلاقي موضوع واحد يكون هايف أسفة وتلاقي كل الدنيا بتتكلم عليه. يا جماعة اتكلموا في مشاكل الناس، في الناس الغلبانة، في الناس الفقيرة، في الناس اللي هل حد اتكلم تاني وتابع يا ترى ايه اللي هتم مع الناس اللي تضرروا بالنسبة للنوة بتاعت اسكندرية؟ يا ترى في حد بيشوف الناس الغلابة المحتاجة، الناس اللي في أدوية مهمة نتيجة للمواضيع بتاعة الدولار والعملية الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، الناس في مرحلة خطر فظيع نتيجة لندرة ونقص أدوية مهمة؟ دي الموضوعات اللي اتكلموا فيها. كفاية بقى اللي هو شوف سياسة شوف العصفورة دي، وسياسة بعض الإعلاميين اللي ما تفهمش إذا كانوا متحركين بحد ولا إيه اللي بيحصل. فيعني بتمنى إنه يكون في تغيير يعني في اللي بيحصل ده. وبالنسبة للإعلام اللي هي بنلاقي كل الفضائيات كده بتروح ناحية موضوع وخلاص، بيبقى مثلا وساعات طويلة بتتاخد في مواضيع كان ممكن إن احنا نستغلها في حل مشاكل كتير قوي. نكمل، وبرلمان بلا أغلبية. طبعا في تقارير السلفيين لأمن الدولة، ده برضو ملف فتحان يوم السابع، ولكن البرلمان بلا أغلبية، 3 سيناريوهات للسيطرة على البرلمان. بالنسبة ل طبعا البرلمان المقبل يتحكم فيها المستقلون بعد فشل أي حزب في تحقيق الأكثرية. الكشف عن شركات صرافة جديدة متورطة في مخطط ضرب الاقتصاد، والأجهزة الأمنية تتحدث أو تتكتم عفوا على أسماء عدد من الشركات الإخوانية لسرية التحقيقات، وتفاصيل احتفال الخطيب بعيد ميلاده بالأهلي، وطبعا بنقول له كل سنة هو طيب. اخترت الأمن الوطني، أو عفوا منتصر الزيات لليوم السابع بيقول أنا اخترت الأمن الوطني بقرار ترشحي لمنصب نقيب المحامين. وهناك أيضا توقف العمل في طريق وادي الريان بسبب الدير، رهبان مستبعدون من الكنيسة استولوا. ايه اللي هطلع دلوقتي موضوع الدير طلع تاني على الساحة، رغم ان الفترة اللي فاتت دي كان الدنيا ما فيهاش اي اخبار خالص، وبالتالي اكيد هنحاول نشوف ايه اللي بيحصل على الرهبان اللي هم هنا اليوم السابع بتتهمهم انهم استولوا على 8300 فدان من اراضي الدولة، ومصادر بتقول رفضوا حلول محلب واحتدوا عليه. طيب يعني احنا عندنا موضوع تاني هيثار، هيطلع تاني على الساحة، موضوع وادي الريان، وهنشوف هنوصل لغاية فين فيه. لأول مرة مرسي خارج القفص منذ 850 يوما، وأنصار السنة تخدع الأزهر وتدرس مناهج متشددة، وقصة حياة عدوية
الشعبيه في حلقات اذاعيه. لو شفتوا بقى على الشمال كده عند حضراتكم، ودي غريبه جدا، انه المصريين بداوا ياخدوا بالهم من ان في احتفال اسمه الهالوين والاحتفالات الهالوين على الطريقه المصريه، وفي تقارير كتيره جدا عن ناس نزلوا في الشارع وسالوا المصريين هتحتفل بالهالوين ازاي. طبعا منهم اللي مش عارف ايه هو الهالوين، ومنهم اللي طبعا بدا يعني حاسس ان احنا انهم في مصر لازم يحتفلوا بيه. الهالوين ده يا جماعه الحقيقه يعني كان في الاول عيد القديسين، وكان عيد جميل جدا، وكان بيعلم الاطفال، وكان الاطفال ليهم مشاركه كبيره قوي في العيد ده. والمفترض ان الاطفال كانوا بيلبسوا الكاستومز اللي هي اللبس اللي هو بيشير لقديس معين، بيشير لشخصيه جميله. وما تفهموش ايه اللي حصل، مع السنين اتقلب الموضوع لمناظر بقى الدم والشياطين والعنف والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا يعني في امريكا الايام دي يعني. لكن الكنائس بتحاول على قد ما تقدر ان هي ترسخ في قلوب الاطفال اولادنا يعني، في الكنائس الارثوذكسيه والكنائس المصريه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، على اعتبار طبعا انه لازم نحتفل بالعيد ده كنوع من انواع عيد القديسين زي ما هو، وبتكون في احتفالات في الكنيسه. ومن الواضح برضو ان موضوع الحلويات اللي بتلاقيها يعني بكثره جدا بتنتشر، مع بيتم يعني طبعا الناس بتزين بيوتها بالزينه اللي هي كلها ليها علاقه بالاشباح وبيوت الاشباح وبالجماجم وحاجات صعبه قوي. وبتلاقي الولاد بكل بيت بيكون من اللي متزينين دول قوي وعاملين الحاجات الغريبة دي ومؤثرات صوتية مرعبة، بيبقوا عاملين حلويات والأطفال يمروا على البيوت دي وياخدوا بقى معاهم كيس ويلموا فيه، يجمعوا فيه مجموعة كبيرة قوي من الحلويات. وبرضو بنأكد مع كل الأسر اللي بيسمعونا من أمريكا إنه كتير قوي من بعض الناس الشريرة ممكن تحط حاجات غلط في جوه الحلويات دي، فخلوا بالكم إن الحلويات تكون مقفولة تماما، ما يكونش فيها أي فتحة، ما يكونش فيه أي احتماليات إنه يكون في أي حد حط حاجة مش كويسة. وإنه الأولاد لو يعني لو هيروحوا ياخدوا حلويات في الوقت ده، أولا لازم طبعا الاحتكاك أو لازم الالتزام يعني إن احنا الولاد يحضروا الاحتفالات اللي في الكنائس، وإذا كان نوع من أنواع إن هم عايزين يجمعوا شوية حلويات من أي منطقة يختاروا مناطق تكون كويسة ومعروف فيها الدنيا الكويسة. لكن الغريب بقى أنا مش عارفة بصراحة إيه اللي خلى يعني احنا عندنا حاجات حلوة كتير، عندنا عيد الشكر مثلا، ليه ما ابتدتوش تحتفلوا بيه في مصر؟ لكن اشمعنا تم اختيار الهالوين انه يبتدوا يحتفلوا بيه في مصر؟ فدي محتاج برضو توعية من انه يا جماعة العيد ده كان عيد جميل في الاول، ويا ريت نحاول ان احنا نرجعه للجمال اللي كان ولد بيه هذا العيد. نروح لجريدة المصري اليوم الصادرة السبت أيضا، وأزمة الإفراج عن البضائع بسبب الدولار، مستثمرون التأخير يرفع الأسعار والمستهلك يتحمل الفاتورة. وده ملف بالنسبة فتحها المصري اليوم، ترصد تكدس الحاويات داخل ميناء الإسكندرية. في كمان صراع الدين والمال يشعل المرحلة الثانية، النور يتهم سماسرة الانتخابات بإقصاء الإسلاميين، ومراقبون بيقولوا المال السياسي واستغلال الدين أبرز المخالفات، ورفض طعون إلغاء دعوة الناخبين. وزير التعليم العالي بيعلن انتهاء أزمة الرواتب، وأيضا 17 دولة بتبحث في فيينا حل الأزمة السورية. طهران تلمح بقبول فترة انتقالية 6 أشهر، والمعارضة السورية ترفض. الحقيقة برضو دي تصريحات كلها يعني هنشوف. لعنت فتاة المول تطيح بريهام سعيد من قناة النهار، ده برضو طبعا زي ما انتم شايفينه في الصفحة الأولى، لأن ده كان تصدر يعني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. جريدة اليوم السابع الصادرة الجمعة، كارثة مصحة إدمان يديرها كهربائي بالهرم. يا نهار أبيض، يعني إحنا عندنا مازال برضو اللي هم بينتحلوا صفة طبيب، المدير انتحل صفة طبيب، والضحايا بيقولوا كانوا بيضربونا وبيعالجونا بالحبس الانفرادي. كارثة يا جماعة، إنه فين وزارة الصحة وفين الإشراف على كل المصحات وعلى كل العيادات والدنيا اللي إحنا كل يوم كل شوية كده تلاقوا حاجة، وده اللي بيتم اكتشافه والله أعلم بقى بما خفي كان أعظم. 12 طريقة مبتكرة لحماية أسرتك من أمراض الشتاء، ده برضو كويس إن مع قبول فصل الشتاء عاملاه اليوم السابع. والدوائر الباطلة تهدد البرلمان العليا، تفصل في 15 طعن، والمصريين الأحرار الأول ب 41 وثانيا، ومستقبل وطن
عفوا نائبا، مستقبل وطن الثاني ب 35، الوفد 20، والنور 10، والمؤتمر 5 مقاعد. النور خلوا بالكم كانوا بينافسوا على 23 مقعد، فمعنى كده ان هم حصلوا على 10 فقط. طبعا لو انتوا شايفين، انا مش عارفه، انا حاسه ان ده ابن مرتضى منصور مع مرتضى منصور، بيتهيألي. ده هو دي الصوره، ولا تعليق. النتائج الكاملة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة. الرئيس السيسي في قمة الهند أفريقيا، الشباب يلجأ للعنف بسبب البطالة. والرئيس في ختام زيارته يدعو رئيس وزراء الهند لزيارة مصر، ويقرر نقل سجينين هنديين إلى بلدهما. غاب قط الشرطة فلعب فار التعديات على الأراضي. الزراعة بتقول 92 فدان تعرضت للتبوير والتجريف والبناء خلال الانتخابات للأسف الشديد. وعشرين ألف عقار بالأسكندرية تستوجب الإزالة الفورية. عبد المنعم صالح بيقول الأحكام القضائية تمنع التنفيذ، وقانون الإيجار القديم هو السبب. في كمان تجميد أموال صفوان و صفوان ثابت، واختفاء شغب الألتروس، ومصدر قضائي التحفظ على ممتلكات رجل الأعمال. ده زي ما انتوا شايفينه كده، ملف جامع ما بين موضوع الألتروس وموضوع تجميد أموال بعض الناس من الإخوان. نروح لجريدة المصري اليوم. وجريدة المصري اليوم الجمعة، الدفع قبل الحبس وإيجار للزنزانة وتليفونات للنزلاء. نرصد تفاصيل إنشاء سجون 5 نجوم، 13 تعديل في قانون السجون، والرئيس يستفيد من لائحة العدلي. طبعا في ملفات كتيرة تم فتحها، وإنه في تكييفات عند الإخوان، وإنه في طبعا يعني سمسرة ونوع من أنواع الفساد في موضوع السجون، إنه في سجون 5 نجوم والدفع قبل الحبس وإيجار للزنزانة وتليفونات للنزلاء. البرلمان يعود إلى الخلف، فوز 84 من الوطني والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن في الصدارة. بعرفش برضو حكاية 84 من الوطني دي المصري اليوم جايباها بدلائل ولا لأ. وفي كمان 30 مرشح يحتجون اللجنة العليا للانتخابات لرفض منحهم محاضر الفرز. هناك 3 حسنات للنواب، عندنا فوز 15 قبطي، وفي كمان نائبان عن حلايب والنوبة لأول مرة. الحقيقة طبعا وجود الأقباط في الفرد حتى وفي والسيدات المرأة والشباب كان موجود، يعني خارج إطار اللي كان متفق عليه بالنسبة للقوائم. الرئيس يدعو لشراكات إقليمية لمواجهة الفقر والإرهاب وتحسين الصحة والتعليم، وده كان بالنسبة لأثناء وجوده في الهند. جريدة الأهرام تحدثت أيضا عن الشراكة الإفريقية الهندية لتحقيق الاستقرار والتنمية. والرئيس السيسي بيقول ينبغي أن تبنى رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي. وطبعا بالنسبة للأحزاب برضو، والطقس السيء يقتل طالب والأجهزة تتأهب للأسوأ. وبعد الكشف عن قضية فساد، هناك مراجعة تراخيص الكبار على النيل. وكمان في الحقيقة بالنسبة لائحة مجلس الشعب لم تسقط، ده بالنسبة لدكتورة فوزية عبد الستار. الحقيقة الكلام اللي بيتقال برضو عن موضوع الطعون والانتخابات وللخلف والكلام ده كله يا جماعة، اعتقد انه ملوش اساس من الصح. احنا شفنا الدنيا، المرحلة الموضوع ماشي، الدنيا ماشية، بيتم رفض كتير من الطعون اللي هي زي كانت حتى الدعاوى اللي كانت مرفوعة ضد الانتخابات ككل تم رفضها. فبالتالي الامور ماشية على فكرة، ومش هيبقى فيه الكلام بتاع الانتخابات للخلف ولا الكلام ده كله. جريدة الأهرام الصفحة الثالثة تحدثت عن السيدة المعتدى عليها أمام بوابة مجلس الوزراء، رئيس الحكومة رد كرامتي والنيابة ستأخذ حقي. دي كانت سيدة من وزارة الزراعة، وكانت رايحة عايزة تتحدث عن أمور فيها لسه فساد في الوزارة، واعتدى عليها الأمن اللي كان عند مجلس الوزراء. ولما عرف الشريف إسماعيل، مهندس الشريف إسماعيل، أمر بأن هي تيجي وتقابله، وعشان كده تصريحاتها بتقول إن هو رد كرامتها والنيابة هتأخذ حقها. كمان خلال اجتماعات مع قيادات التلفزيون، شريف بيقول بدء تجديد شبكات الجهد الكهربائي لمسبيرو لضمان انتظام التيار. ده طبعا تصريحات للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.
وبتكلفة 3 مليارات دولار إنشاء أول محطة كهرباء بالفحم في مارس المقبل إن شاء الله. جريدة الوفد واهتمت طبعا بمرشحيها فوز 22 نائب وفديا في المرحلة الأولى للانتخابات. المؤشرات تكشف تفوق مرشحي الأحزاب على المستقلين. النتيجة الرسمية طبعا تم إعلانها، والوفد بيقول مستوى الشفافية والنزاهة غير مسبوق منذ عام 1952، والشعب يرفض الرموز القديمة. وخلال أيام تغيير 13 محافظ حصلوا على تقرير أداء ضعيف. طبعا الموضوع ده اتفتح بعد موضوع تقديم استقالته محافظ الأسكندرية، طبعا بعد المشكلة اللي حصلت في الأسكندرية من غرق الأسكندرية، بالرغم من أنه المحليات هي المسؤول الأول، ولكن عموما ده فتح المجال أنه يتم تقييم أداء المحافظين. الرئيس السيسي يدعو دول أفريقيا والهند للاستثمار بمشروعات القناة، وأيضا الجيش يحتفل باستلام 4 طائرات F-16 جديدة. أحمد شيحة بيقول الطاقة والدولار يضربان سوق الاستثمار، وننتظر تصحيحات طارق عامر اللي هو البنك المركزي المحافظ البنك المركزي الجديد لإنقاذ الصناع والمستوردين. 100 جنيه كفالة إخلاء سبيل المتهم بالتحرش. احنا طبعا كله كان بيتحدث عن فتاة المول وريهام سعيد، الولد اللي كان ضربها في الفيديو الشهير اللي انتشر اتقبض عليه وبعدين تم إخلاء سبيله ب100 جنيه كفالة. هناك أيضا التقشف حلال بالنسبة للمواطنين، حرام على الحكومة. مواكب المسؤولين مثال صارخ لإهدار المال العام. رواتب الوزراء والمستشارين تتحدى الترشيد، ومكافآت النواب مسمار جديد في نعش الميزانية. يعني يا جماعة مش معقول فعلا يكون تقشف حلال للمواطنين، وإن المواطنين يعيشوا في تقشف وزهد ويبقى الحكومة تعيش في بذخ. إحالة الطعن باستبعاد أحمد مرتضى إلى المفوضين، وهناك أيضا شهيدان جديدان من ثوار السكاكين برصاص الاحتلال، والمستوطنون يوزعون الشربات بعد قتلهما. طبعا حاجة مشهد صعب جدا. وحرب الطاقة تكرر سيناريو بغداد، الغاز سر لعبة الكبار في سوريا. 840 قرش للدولار في الصرافة، والشركات توقف التداول. جريدة الجمهورية في العنوان الرئيسي أيضا في صدر صفحتها 4 مقاتلات جديدة F-16 تدخل الخدمة بقواتنا الجوية. والرئيس في البحرين بعد زيارة ناجحة لنيودلهي وكلمة شاملة بمنتدى الهند أفريقيا. كمان بعض الحاجات اللي يعني مفيش يمكن حاجة جديدة غير 30% ضريبة مباشرة على السيارات المستعملة ضريبة مباشرة. وأيضا طبعا جايبين شريف إسماعيل وبيستقبل منى عويس ويستمع لشكواها. والأمطار تضرب المحافظات لليوم الخامس، و7 طعون تهدد انتخابات المحامين. كمان الداخلية تهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر، وفتح طريق نخل نويبع بعد إزالة السيول. ده بالنسبة يعني أنا بحاول عشان ما أكررش بس أجيب لحضراتكم أهم الأخبار. لو رحنا لجريدة الشروق نلاقي الأحزاب تهزم التوقعات، والنتيجة الرسمية تم إعلانها النهاردة، وإحالة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة للتفتيش بسبب الانتخابات. وكمان عندنا سفير السودان البشير يعرض على مصر الوساطة في سد النهضة مقابل حلايب. هل يا ترى مصر هتوافق على ده؟ ده طبعا يعني كوميديا فعلا زي ما زميلي المخرج بيقول، ان احنا يعني في حاجة اسمها ان احنا نديكم حلايب مقابل الوساطة. وساطة على ايه؟ ما انت في يعني حلايب ارض مصرية. الحاجة التانية انه شركات كبيرة دلوقتي هي اللي ماسكة المناقشات مع الجانب الاثيوبي، وفي نفس الوقت يعني ايش ضمنك؟ يعني انت ايه الدلال اللي على اثيوبيا علشان انت اللي تتدخل عشان تضمن لمصر يعني ان هي هتستفيد استفادة كبيرة من سد النهضة مقابل ان انت تاخد حلايب؟ يعني في اخبار كوميدية كده بتيجي، يعني حاجة غريبة جدا. زميلي برضو بيقول لي الملك فاروق كان ملك مصر والسودان، يعني كوميديا فعلا انه سفير السودان يعرض هذا الامر. ده ان صح يعني ده على عودة جريدة الشروق، لكن بصراحة حاجة لها العجب، يعني لها العجب.
قناة السويس الجديدة تجعل مصر مركزا دوليا للتجارة، وده تصريحات الرئيس السيسي أمام منتدى الهند أفريقيا في نيو دلهي. والرئيس بيقول مصر تعتزم إيجاد حلول فعالة لقضايا أفريقيا خلال عضويتها في مجلس الأمن، ويدعو الشركاء الأفارقة والهند للاستثمار في محور القناة. والألماني كولر مبعوثا أمميا جديدا لليبيا بعد طبعا رفض برناردينو ليون. ونتنياهو يدرس تشكيل محاكم أمنية خاصة للفلسطينيين. ضابط إسرائيلي رفيع بيقول هجمات الطعن لن تتوقف دون وجود مبادرة ومسار سياسي مع السلطة الفلسطينية. وترامب وكارسون في مرمى هجمات خبراء السياسة. المرشحان يفشلان في الدفاع عن برنامجيهما خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسيهم على ترشح الحزب الجمهوري للرئاسة. موضوع الترشحات ودول ترامب وكارسون، دونالد ترامب وكارسون المرشحان للحزب الجمهوري للرئاسة. ولكن من الواضح طبعا يعني انه بتبقى في مناظرات حتى من داخل الحزب نفسه علشان في الاخر يتم التصفية ويتم طبعا الصعود للمميزين جدا من كل حزب، سواء الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي للمطاف. يعني هو بيبقى واحد من هنا واحد من هنا، ده اللي بتبقى في النهاية خالص. احنا في الفترة دي طبعا بنلاقي بقى حاجات كتيرة، زي مثلا دلوقتي هيلاري كلينتون هي اللي صاعدة قوي بالنسبة للديمقراطيين، بالنسبة للجمهوريين مش لاقيين لسه حد يعني نجمه صاعد قوي. فالموضوع ده لسه بيستمر لغاية السنة الجاية إن شاء الله، الانتخابات بتبقى في نوفمبر 2016. آخر جريدة معانا هي جريدة أخبار اليوم، وجايبة الحقيقة يعني خبر عن الزمالك يتطلع لاستعادة الانتصارات والأهلي طمعان في بتروجيت. ومن الواضح إن دي طبعا يعني صفحة واضح إن هي بتهتم بالشأن الرياضي. وأيضا عندنا كمان نجوم هوليود يتجولون في مصر والدولة نائمة. الموسيقار العالمي ياني أشعر بالأمان وحققت حلمي بالوقوف تحت سفح الأهرامات. واضح إن دي يعني زي ما انتوا شايفين كده فيها بعض الأخبار اللي ليها علاقة بالكورة والموضوع. عندنا برضو صندوق للأفكار الشابة في ماسبيرو. يعني عموما دي كانت أهم جولة تحدثنا فيها مشاهدينا طبعا عن أهم العناوين الصادرة كانت مساء اليوم، اللي هي صحف السبت وصحف الجمعة. لو توقفنا الحقيقة عند زيارة الرئيس السيسي لدبي والهند والبحرين، يسعدنا أن ينضم إلينا سيادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية السابق. سيادة السفير برحب بحضرتك معنا. أهلا بيك. لو حضرتك نلقي الضوء على أهمية زيارة الرئيس لدبي والهند والبحرين، وطبعا يعني أهم القرارات والاتفاقيات والإنجازات اللي تمت خلال زيارة الثلاث دول. في الواقع يعني أنا هبدأ بالسياق الذي تمت به الزيارة، وكانت أول مرحلة هي زيارة دولة الإمارات. نعم. معروف أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات متميزة، إنما دائما في مثل هذه الأمور من المهم التواصل واستمرار التشاور والتعميق وتحديد القنوات التي تمضي إليها هذه المسارات. هذه الزيارة تتوافق مع تطورات مهمة تحدث في المنطقة. هذه التطورات أولا تتعلق بملفات كانت مفتوحة قبل ذلك، إنما طرأت عليها أمور ربما في مقدمة هذه التحركات ما يتعلق بالملف السوري الذي نشهد في هذه الأيام الاجتماعات التي تتم في فيينا، الحوارات الأمريكية، دخول إيران إلى الدول التي تشارك مع دول إقليمية أخرى زي تركيا. نعم. طبعا مصر موجودة في هذا المحفل أيضا، ثم التشاور في هذه الأمور لا شك أنه مهم، هذه ناحية. الأمر نعم. الثاني ملفات زي اليمن وتشارك الإمارات في الحملة وليبيا وغيرها. إذا هذا التشاور واستمراره أمر مهم، خصوصا في إطار جولة بيتولاها رئيس الدولة الرئيس السيسي وبدأ فيها بالإمارات. لما نأتي إلى مجال العلاقات الثنائية المتميزة، نقول لا شك أنه دولة الإمارات هي الدولة
صاحبة الاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالمركز الأول في الآونات الحالية في مصر. الأمر الثاني اهتمام مصر بدعم هذه الاستثمارات. نعم. الأمر الثالث التعديلات القانونية التي تطرأ على قانون الاستثمار، ولا شك وضع الإماراتيين والقيادة الإماراتية في الصورة له أثر طيب، فضلا عن رصيد من العلاقات الطيبة والثقة المتبادلة وضرورة الحفاظ عليها. زيارة الهند، احنا بس قبل ما ننقل للهند سيادة السفير، بس اسمح لي اقول للمشاهدين انه طبعا اللي بيعرض قدامهم على الشاشة ده دلوقتي حالا هو طبعا انه الشيخ محمد بن راشد اصطحب الرئيس السيسي في جولة بسيارته، والرئيس اشاد بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية، وحاكم دبي بيقول شراكتنا راسخة ومصر سند كل العرب. كانت جميلة جدا الحقيقة سيادة السفير، احنا شايفين قدامنا دلوقتي المشاهد في منتهى الجمال، وانه الشيخ محمد بنفسه هو اللي بيصطحب الرئيس السيسي في هذه الجولة، برضو دي حاجة جميلة يعني. بطبيعة الحال فيها لمسة عملية، فيها لمسة شخصية مهمة، فيها أيضا ما تم خلال هذه الجولة من اطلاع الرئيس السيسي على خطوات متقدمة قامت بها دبي وحاكم دبي الشيخ راشد، تتمثل في الحكومة الإلكترونية، تتمثل في القوانين الاستثمار، تتمثل في النهضة الكبيرة في جبل علي والمصانع التي تقوم، ثم في قضية إدارة دبي على هذا النحو الذي جذب لا شك استثمارات وجعل من دبي لا شك مركزا مهما للسياحة وللنقل وللخدمات. يعني تبادل الرأي والاطلاع على الطبيعة ليست المرة الأولى التي يظهرها الرئيس السيسي في جولته في دبي على النحو الذي تمت الإشارة إليه، إنما لمسناها أيضا في زيارات أخرى في سنغافورة وفي غيرها، حيث يحب أن يطلع بنفسه على أوجه التقدم وعلى أسبابها وأن يتعمق في ذلك. صحيح. وأستطيع أن أقول وأن يعايش هذا التقدم عن طريق الملامسة الحقيقية. نعم. إذا وصلنا إلى الهند نبدأ فنقول أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم من الواضح تماما أنه من الأهداف الاستراتيجية هي استعادة التوازن في علاقات مصر الخارجية. صحيح. إذا بصيت مرة أخرى إلى جولة الإمارات أذكر بأنه مصر أعلنت مرارا في مرات كثيرة أنها تعتبر أن هذه المنطقة منطقة الخليج هي حد بالنسبة للأمن القومي المصري. إذا نظرنا بعد ذلك للهند نقول أن استعادة التوازن في علاقات مصر الخارجية يعني التحرك بوعي بطبيعة الحال في ترتيب الزيارات التي تقوم. الهند دولة رئيسية تعول عليها أمل كثيرة، يعني على المستوى الآسيوي معروف أن هناك عملاق صيني وهناك عملاق هندي، وتتوقع بعض الإحصائيات أن يتجاوز عدد سكان الهند في سنة 20 عدد سكان الصين. صحيح. ثم هناك إمكانيات اقتصادية وهناك معرفة نوهاو، وهناك لا شك تفوق أثبتته الهند في الداخل خصوصا في صناعة الاي تي البرمجيات على مستوى العالم. ومن يسافر الى الخارج ويحتك بمجالات معينه بالذات في مجال المعلومات سوف لا شك يصادف الافا من الهنود الشباب الهندي بدرجات متفاوته الذين يشغلون مناصب وبعضها مناصب رفيعه جميع رفيعه فعلا في بعض الشركات الامريكيه. السبب أن الهند بدأت هذه الصناعة في مرحلة مبكرة، استثمرتها، استطاعت أن تخرج كثيرا. أنا شخصيا حصلت معي قصة شخصية في أحد الزيارات في الولايات المتحدة أخيرا، أبلغني أحد ممثلي الشركات التي تتعاقد مع شباب هنود يعملون في صناعات المعلومات بأنه
أثناء زيارته للهند للتعاقد سأل رئيس شركة تقوم بالتوظيف بالاختيار عن عدد خريجي معاهد الاي تي من على المستوى الجامعي وما بعد الجامعي، قال له احنا وصلنا 600,000 انما هذا العدد لا يكفي، نحن نسعى الى 650,000. يعني اذكر هذا على قصة سبيل جميلة المثال، طبعا. نعم على سبيل المثال طبعا، لانهم يختاروا حاجات معينه. انما على كل حال العوده الهند كانت مناسبه لانه كان مؤتمر الهند افريقيا، صحيح. مصر تمثل افريقيا في مجلس الامن وفازت بالمقعد كما هو معروف. الامر الثاني، الهند لديها امكانيات نتيجه اولا طموحات الهند، جاليه هنديه في افريقيا. ثلاثة، أوجه التعاون موجودة، وكما ذكر رئيس السيسي القاهرة أو مصر تعتبر بوابة لأفريقيا بمعان كثيرة، ليس فقط جغرافيا، إنما لأن مصر أيضا لا تبدأ من نقطة صفر. لدينا الصندوق الأفريقي، لدينا تعاون، لدينا بالتأشير علاقات عميقة وحميمة على المستوى الأفريقي، نستطيع أن نوجد من خلالها مصالح ثلاثية فنية تعليمية اقتصادية، خصوصا مع قضية مصر في الكوميسا وأيضا في السداك، وهي تجمعات رئيسية في أفريقيا. هناك تجمعات أخرى في غرب أفريقيا وإن كانت أقل عددا. كانت هناك قضية المناخ المطروحة، كانت هناك قضية أن تتضافر دول هذه المجموعة لتشكل إذا صح التعبير حائط صد ضد الطموحات الفارقة التي لا تنظر إلى مصالحها والتي تأتي من جانب دول أكثر نموا. ثم نشير في أنه أفريقيا، وينبغي أن نذكر بذلك، هي دولة، هي قارة المستقبل. بمعنى آخر أن الطموحات عليها كبيرة وكثيرة. فأعتقد أن أحد المعاني هو أن إذا كنا نحن أهل مكة وأضرب شعبها، فنحن أيضا أولى بما نستطيع أن نفعله سوا لصالح هذا الحلف وهذا التعاون الأفريقي الهندي. ثم على المستوى الثنائي كانت فرصة ممتازة تعميق ولتجديد ولتنشيط العلاقة المصرية الهندية التي لها أساس تاريخي في هذا الصدد. نعم، وهناك الأفاق هنا التقى أيضا عفوا لمقاطعة حضرتك، ولكن التقى أيضا برئيس النيجر، وأكد أيضا ناقش معا الرئيسان تعزيز العلاقات وأيضا أهمية العلاقات الاستراتيجية. وكان الرئيس السيسي أيضا يعني أعرب استيائه عن ما تتعرض له النيجر من هجمات إرهابية. بالتأكيد قضية الإرهاب ذكرت وذكرت بكثرة. نعم، جميع دول العالم معرضة للإرهاب، بعضها يعاني مباشرة كما ذكر في مثال النيجر، إنما هناك أيضا دول بدرجات أخرى متفاوتة. ثم إن هناك أساسا لهذا الإرهاب يتمثل كما ذكر في أسباب فكرية واقتصادية. الأسباب الفكرية لا شك تتعلق بأمور كثيرة، بينها التعصب، عدم التسامح، عدم القبول بالآخر، التحيز، التخريب، إثارة روح الكراهية، أسباب كثيرة جدا ولا أبعد تدخل في جوانب ثقافية أو دينية يتعين الالتفات لها. الجانب الاقتصادي هو التصدي للأسباب التي تجعل انتشار الإرهاب في مجالات معينة يتحرك ويستطيع أن يجند في وسط الفقر والتخلف من يستطيع أن يجنده. نعم. هذا بعد ثاني، وهو بعد لا شك يهم الهند ويهم مصر ويهم أفريقيا. نعم، آخر محطة كانت البحرين، وأيضا لو حضرتك تلقي الضوء على أهم النقاط اللي تمت. أنا عارفة أن هو دي كانت النهاردة، وكان هناك أيضا كلمة للرئيس السيسي اليوم،
امام اعتقد قمة في المنامة، واعتقد طبعا حوار المنامة. ولو حضرتك ايضا اطلعتنا على اهم النقاط اللي تم الاتفاق عليها مع البحرين. بالنسبة للبحرين، البحرين صديق قديم وتاريخي، ومن يتعامل مع أهالي البحرين الكرام وهم بشك يتميزون بالانفتاح وبالثقافة وبالود وبالصداقة والتطلع إلى دور المصري، يجد أن هناك خلفية كبيرة ومهمة جدا. البحرين دولة لا شك أنها تعرضت في الآونة الأخيرة لاستفزازات، بالذات من جانب تصريحات إيرانية لا شك لا يمكن القبول بها، التي تتعرض لما يمس سيادة البحرين واستقلال البحرين ومستقبل البحرين. التأكيد هنا من جانب مصر طبعا، من خلال هذه المباحثات وغيرها، وليست المرة الأولى، على أن مصر لا يمكن لا أن تقبل بهذا ولا أن تسمح بأن يتعرض أمن البحرين للخطر. وهذه رسالة بالغة الأهمية، وهذه الرسالة لا شك أن الزيارة تعزز هذا المفهوم الذي تم التعبير عنه بوسائل كثيرة خلال فترات سابقة، وبالذات منذ وصل الرئيس السيسي إلى الحكم. نعم. وتأتي هذه الزيارة لتجدد هذه المعاني بالنسبة للبحرين في هذا الأمر. طبعا ينبثق عن هذا تداعيات ربما لم تعلن كلها، إنما لا شك أنها تتمثل في تعزيز التعاون في أوجه تتعلق بالدفاع وبالأمن وبغيرها، وتتطلع أيضا إلى إيقاف أي محاولات لاختراق هذا الأمن، سواء لأسباب تدعي طائفية معينة أو تسمح بمساحات تتحرك فيها مطامع غير مسموح بها على الإطلاق وتتهدد البحرين. صحيح. أما في مجال العلاقات الثنائية، المجال كبير، إنما قبل أن أبدأ في ذلك أذكر أيضا بأن البحرين طرف في إنشاء القوة العربية المشتركة التي بدأ الحديث عنها منذ شهور، كما هو معلوم منذ شهر يونيو على ما أذكر أو أوائل يونيو. ولا شك أن البحرين تؤكد في مناسبات كثيرة حرصها على أن يتم تشكيل هذه القوة بأهداف محددة تتعرض لما يمكن أن يتعرض له الأمن القومي العربي. نعم. أما العلاقات الثنائية فمجالات دعمها كثيرة ومتنوعة في حدود بطبيعة الحال ما تسمح به ظروف مصر وظروف البحرين، سواء كانت تعاون في مجال استثماري، البحرين سوق مالية دولية استطاعت أن تصل إلى هذه الدرجة، في أهم مجال تبادل الخبرات وهي منفتحة لذلك، وللتعاون الفني المصري مع البحرين كما سبق أن ذكرت تاريخ طويل وتاريخ مشرف. اهتم هذا في الرئيس ب... المقال. يعني اهتم الرئيس أيضا بالمشكلة وبالأزمة السورية أثناء أيضا حديثه أمام يعني أو في المؤتمر اللي كان في المنامة. وكان الحقيقة يمكن برضو بيتزامن النهاردة كان في اجتماع الدول الكثيرة بالنسبة لمناقشة الأزمة السورية في فيينا، وإلى الآن موقف مصر يمكن غير واضح بشكل كبير، ولكن ممكن يكون ظهر من خلال الاجتماعات اللي تمت النهاردة في فيينا. فهل لحضرتك أن تلقي الضوء أيضا على كيف ترى مشاركة مصر، وهل ظهر موقف مصر حيال هذه الأزمة؟ هل اتفق مع البيان اللي ألقاه جون كيري، أم أن هناك اتفاقيات مع الدول العربية بشكل آخر لم يتم الإعلان عنه بشأن الأزمة السورية بين مصر والدول العربية؟ هو للأسف الدول العربية يعني حاضرة وغير حاضرة،
حاضرة، بمعنى أن هناك دول عربية بالتأكيد هامة ورئيسية مثل السعودية ومصر بالتأكيد، ودول جوار تعاني من الأزمة السورية مثل الأردن تشارك. إنما إذا كنا نتحدث عن موقف جماعي على سبيل المثال تبنته الجامعة العربية وتحول إلى قرار، كنت أتمنى لو كان هذا قد حدث، لأنه كان سوف يعتبر عاملا إضافيا في هذه المرحلة. الموقف المصري واضح تماما، في بمعنى أنه بالتأكيد يعيد تأكيد ضرورة التوصل لحل سياسي في مرحلة معينة ليست بعيدة. كنا نستمع عن تسليح الفصيل الفلاني ودعم الفصيل الفلاني وتدريب الفصيل الفلاني، وفي الواقع أعتقد أن الأمور في هذا الاتجاه لم تصل إلى نتيجة. وحتى التصريحات التي انطلقت عقب التدخل العسكري الروسي، وبعضها كان منسوبا لوزير الدفاع الأمريكي، من أنهم هيستمروا في دعم ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، بالتأكيد حتى إذا حدث لن يحسم الموقف عسكريا. وفي تقديري وأستطيع أن أضيف بصفة شخصية أنه التدخل العسكري الروسي الذي أخذ الشكل معلن هو محاربة الإرهاب، قد أغلق المجال أمام هذه الاحتمالات التي تصور البعض في وقت من الأوقات أنها يمكن أن تغير ميزان القوى على الأرض داخل سوريا عسكريا، وبالتالي ينتهي حكم الأسد إلى آخره. أما وقد حدث ذلك فقد استدعى بالضرورة تغيرا في موقف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبمعنى آخر أن هذا التغير يعني أنه كيف يمكن التعامل مع الحل السياسي. المحاولة في فيينا تأتي في هذا الإطار. صحيح هناك متناقضات كثيرة بين التوجهات السائدة بين الأطراف المعنية، وكلها تتلخص في أمرين. الأمر الأول أن هناك اتفاقا على أنه ينفذ بند خاص بمؤتمر جنيف الذي يتعلق بالفترة الانتقالية، إنما تحديد معالم الفترة الانتقالية هو محل الخلافات السائدة. بمعنى آخر تفاصيل الفترة دي، هل يمكن أن يمضي الأسد في البداية أو في المنتصف أو في النهاية؟ ما هي هذه الفترة؟ ما طبيعة المراحل؟ ثم إذا تصورنا أن هذا المؤتمر يمكن أن ينتهي إلى نتيجة، فسوف تكون النتيجة الإعلان عن اتفاق عن عدد من العناصر التي يمكن متابعتها. وأتصور أن رغم الصعوبات فمن مصالح الدول حتى وإن لم تكن نواياها صافية تماما في هذا الإطار أن يتم التوصل لذلك، لأن الفشل سوف يعني تصعيدا على حساب مزيد من المعاناة للشعب السوري ومزيدا من صالح الإرهاب والمنظمات الإرهابية. بالتأكيد الموضوع في هذه المرحلة لن يسفر عن نتيجة نهائية. أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه هو إعلان بعض النقاط التي يتم التوافق عليها. أتمنى أن تكون لها متابعة جادة، أتمنى إشراك الأمم المتحدة في مرحلة ما. أتصور أن مصر منفتحة لأن تشارك وأن تبحث في هذه الأمور بمرونة، لأنها في بداية الأمر وفي نهايته كانت تأكدها دائما على مصلحة الشعب السوري دون غيره، وكان موقفها متعقلا في دراسة الواقع وفي التعامل مع هذا الواقع.
بالتأكيد. الحقيقة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات والتوضيحات في كثير من في زيارة الرئيس السيسي لـ3 دول وأيضا اجتماع فيينا النهاردة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية السابق. بالتأكيد مشاهدينا موضوع القرارات اللي تم أخذها أو نقدر نقول التوصيات اللي تمت في هذا الاجتماع بالنسبة لاجتماع فيينا في غاية الأهمية. خلونا ناخد فاصل وهنرجع لحضراتكم نستكمل هذا الأمر الهام، وأيضا لسه عندنا أخبار كتير، ولكن هنتوقف بالتأكيد بشكل كبير جدا عند هذا الاجتماع نظرا لأهميته. الحقيقة أنه لأول مرة تجتمع هذه الدول ومن ضمنها إيران في مباحثات بشأن الأزمة السورية، لأول مرة يتم حتى طرح موضوع أنه يبقى في انتخابات واختيار للشعب السوري يعني لمصير الحكومة لمصير بشار الأسد، وأيضا التعاون بالنسبة طبعا للاتفاق على انه هو عدو واحد بتحاربه كل هذه الدول بالنسبه للمتواجد طبعا واللي بيهدد بشكل كبير جدا سوريا هو طبعا داعش. فاصل مشاهدينا وهنواصل مع حضراتكم، انتظرونا. صباح نطرق
زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا انه من الاخبار الهامة جدا النهاردة هو طبعا بدء محادثات فيينا بشأن سوريا. بدأت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم اجتماعات موسعة لبحث سبل ايجاد مخرج سياسي للأزمة السورية فيما يشكل مصير الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، هو طبعا محور هذه الاجتماعات. شارك في هذه او يشارك في هذه المحادثات اللي بيقال انها كانت مستمرة لغاية ما كنا معاكم على الهواء الأطراف الضالعة في الملف السوري برعاية كل من الولايات المتحدة وروسيا، وأيضا إيران حضرت لأول مرة اجتماعات من هذا القبيل بعدما ظلت واشنطن والرياض تعارضان حضورها خلال الأعوام الأربعة الماضية. تشارك بلدان الحوار السوري والسعودية بلدان الجوار عفوا السوري والسعودية والإمارات وقطر ومصر في هذه الاجتماعات، وأيضا الصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وبحث مصير الأسد هو محور هذه المباحثات. واشنطن وعواصم أخرى تصر على رحيله باعتباره جزءا من المشكلة، ورحيله سيوضع الحل النهائي الحقيقة ده اللي بيتخيلوه. وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وسوريا والسعودية وتركيا عقدوا بالأمس اجتماعا تنسيقيا حضرته في وقت لاحق مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وقبيل الاجتماع اعتبرت موغريني أن انعقاد الاجتماعات الخاصة بسوريا يمثل اختراقا للأزمة، وأعربت عن أملها في أن يناقش المجتمعون مستقبل العملية السياسية في سوريا. بعد الاجتماع الرباعي في فيينا، 13 دولة تشارك في وضع خطة لدفع المفاوضات قدما بشأن سوريا. الجانب الإيراني وبعد 4 سنوات من فرض نفسه لاعبا أساسيا على الأرض يفرض نفسه من جديد اليوم مفتاحا لحل محتمل على طاولة فيينا. المواقف العريضة للمجتمعين باتت معلنة ولم تعد تخفى على أحد. مرحلة انتقالية وانتخابات رئاسية، بينما لا ترغب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا ودول خليجية أخرى في أن يلعب الأسد دورا على المدى الطويل في مستقبل سوريا، تتمسك روسيا وإيران ببقائه. إلا أن مرونة برزت مؤخرا في الموقف الإيراني، فمساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان قال إن بلاده لا تصر على بقاء الأسد. جدية هذا الموقف متروكة لما بعد الاجتماعات. السعودية لم تغير موقفها من الأزمة، فالبحث في موعد محدد لرحيل الأسد سيكون بندا أساسيا في الاجتماع. عامل جديد قد يدفع بعجلة الاجتماعات في فيينا وهو الحضور المصري الذي يشدد على أهمية الحل السياسي والحوار وإنشاء هيئة حكم انتقالية. فإذا ثبات في الموقفين الأمريكي والروسي، والواضح أن طاولة المباحثات ستكون حلبة مبارزة بين إيران والسعودية، واختبارا هو الأول من نوعه منذ عقود للدبلوماسية. ده كان الحقيقة التقرير اللي هو بيعرض الأمور وما تم ما سيتم مناقشته بالنسبة لهذا المؤتمر في بحث الأزمة السورية. والحقيقة كان في بيان ألقاه جون كيري، ووضعت الدول المشاركة في مؤتمر فيينا اللي بيهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية أسس عملية سياسية جديدة يؤمل أن تنتهي الحرب الأهلية السورية، لكنها لم تتفق بشأن مصير الرئيس السوري. هذه المباحثات الحقيقة مشاهدينا يمكن زي ما بنقول إنه كان الأهم نقطة فيها إن تم الاتفاق على انه يكون في انتخابات يكون فيها الشعب السوري يختار ويحدد مصير الحكومة، بحيث انه يكون في كمان وجود لأطراف مختلفة في هذه الحكومة اللي يتم الانتخاب عليها، تنظيم انتخابات جديدة تشمل جميع السوريين بمن فيهم السوريين في الشتات وجميع الإثنيات، يعني تكون في تشكيل حكومة ذات مصداقية تشمل الجميع غير طائفية على أن يعقبها صياغة دستور جديد. دي الحقيقة البيان اللي اتفق عليه الحاضرون. أيضا تحسين خدمات توصيل المساعدات الإنسانية سواء إلى السوريين الذين يعيشون داخل سوريا أو أولئك الذين اضطروا للخروج من سوريا. وطبعا الحرب اللي احنا شفناها دي كلها المستمرة إلى الآن خلفت 250 ألف قتيل و11 مليون نازح. روسيا وإيران كثفت تدخلهما العسكري في سوريا
وبتدعمان القوات الحكومية الموالية للرئيس الأسد، ولكن طبعا ما يعني سيظل موقف الدول العربية وعلى رأسها السعودية في آرائها، وتركيا طبعا، في أنه رحيل الأسد هو اللي هيحل المشكلة. ولكن الحقيقة بنأمل كلنا أن فعلا محادثات فيينا تكون يعني مثمرة، بحيث أن يتم الالتزام بكل هذه البيانات اللي تمت، على الرغم من أنه كان زي ما قلت حضراتكم بعض الآراء من سياسيين حتى منتمين للنظام، الدكتور نظام السوري، نظام الدكتور بشار الأسد، بأن هم مش شرط وجود روسيا وإيران في هذه المباحثات أن يتم القبول بكل التوصيات اللي هتنتج عن هذه المباحثات. ولكن عندنا أمل الحقيقة انه يكون في يعني توافق وقبول من جهة الحكومة السورية الحالية طبعا الدكتور بشار الأسد، ومن جهة ايضا المعارضة وكل الأطياف في الشعب حتى تنتهي هذه الأزمة. هناك أيضا مباحثات لوقف إطلاق النيران، هناك مباحثات أيضا بالنسبة لروسيا، قالت أنه مجرد تشكيل الحكومة والدعوة للانتخابات هيكون في توقف للضربات الجوية اللي بتطلقها روسيا. طبعا يعني مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان كان نفى موافقة طهران على مقترح يقضي بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد خلال ال6 أشهر. ووكالة أنباء فارس كانت الحقيقة قالت إن ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية عن قبول إيران المقترح الذي يفضي إلى تنحي الأسد بأنه تقليب للأجواء. وكالة رويترز هي اللي كانت نشرت إنه إيران غيرت موقفها، وإن هي بتقول إنه لن يبقى الرئيس السوري إلى الأبد. وزي ما قلت لحضراتكم موضوع إنه لن يبقى، ما هو في رئيس هيبقى إلى الأبد؟ ما هو ما فيش رئيس هيبقى إلى الأبد، لكن الكل تناقل هذا الأمر إن حتى إيران غيرت موقفها نحو دعمها للرئيس الأسد. وهذا الكلام طبعا يعني نفته وكالة أنباء فارس على لسان وزير الخارجية الإيراني، بأنه الحقيقة الموضوع إنه مش ما فيش الكلام ده، ما فيش إن هو القبول بأنه الرئيس الأسد يتنحى خلال 6 أشهر. لم يعني لم توافق طهران ولا وزير خارجية صرح بتصريحات بتفيد بكده. بالنسبة برضو حضراتكم في مزاعم كتيرة قوي اليومين دول حول سقوط مدنيين من جراء الضربات الروسية، وموسكو بتقول المزاعم حول سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الروسية في سوريا أكاذيب. خلينا نستمع لهذا التقرير من روسيا اليوم، تقرير سريع الحقيقة بينفي أنه روسيا مستاءة، وبتنفي أنه كل هذه التصريحات حول سقوط مدنيين عارية تماما عن الصحة. نعبر عن امتعاضنا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر حول الوضع الإنساني في سوريا، لأنه استند إلى معلومات كاذبة تناقلتها بعض وسائل الإعلام المعرضة حول مقتل مدنيين هناك جراء الضربات الروسية. هذه المزاعم لا علاقة لها بالواقع إطلاقا، وننظر إليها كجزء من الحرب الإعلامية التي تشن ضد بلدنا وتهدف إلى تشويه نجاح جهودنا في مكافحة الإرهاب، ولا سيما على خلفية فشل التحالف الذي تقوده واشنطن بعد عام من بدء نشاطه. الروسي ميخائيل بوجدنوف بأنه بيتحدث يوميا، هناك مباحثات بتجرى بشكل يومي مع المعارضة السورية، وهناك أيضا عقد الاجتماعات مع ممثليها في موسكو وباريس وإسطنبول. ودي كانت وكالة الأعلام الروسية نقلت هذا الكلام على لسان نائب وزير الخارجية الروسي. الجيش السوري أيضا تقدم وقصف تحركات لداعش في محيط مدينة تدمر، ويمكن ده أيضا بيشير إلى أنه هناك الكثير من النجاحات، وزي ما قلنا بيتم التأكيد عليها الحقيقة من خلال أيضا روسيا اليوم على أن هناك نجاحات على الأرض للجيش السوري بتساعدها طبعا أو بتساندها الضربات الجوية. أيضا هناك تقدم للجيش السوري في ريفي حما وإدلب، وده كان طبعا عن مصادر ميدانية أكدت مقتل 37 إرهابيا على الأقل خلال عمليات الجيش المتواصلة بتغطية من الطيران الحربي على أوقار التنظيمات الإرهابية في الريف الممتد بين محافظتي حما وإدلب.
ومن جهة أخرى جبهة ثوار الرقة استعدت لمهاجمة داعش في معقله. أعلنت جبهة ثوار الرقة المعارضة عن عزمها شن هجوم على تنظيم الدولة في معقله بمحافظة الرقة السورية، وذلك في أول عملية لهذا الفصيل المنضوي تحت لواء تحالف الفصائل من الفصائل تدعمه الولايات المتحدة. نشر شريط على الإنترنت بالأمس قال فيه أحد قادة الجبهة ويدعى أبو عبيس: سنعلن ساعة الصفر قريبا لبدء معركة التحرير من الظلم والاضطهاد، وستكون هذه المعركة تاريخية ومصيرية للرقة أولا ولسوريا ثانيا. طبعا برضو هناك أحاديث عن سيطرة داعش على كميات كبيرة جدا من النفط السوري. في بعض التقارير بتقول أنه تم السيطرة على 60% من النفط السوري. لطالما شكلت حقول النفط الهدف الأول لتنظيم داعش، حتى بات يسيطر على أكثر من 60% من النفط السوري. بدخل البوابة حق العمر. وهذا ما يتقاطع مع تقارير إعلامية تشير إلى أن داعش يجني 50 مليون دولار أمريكيا شهريا من مبيعات نفط العراق وسوريا. المعلومات الموجودة لدينا يتم الإنتاج من الآبار واستثمار هذه الآبار والحقول بطريقة تخريبية، يعني طريقة فقط الحصول على الأكبر إنتاج والحصول على أكبر كمية من الأموال. توصف طرق إنتاج داعش للنفط أنها بدائية، ويقوم التنظيم بتصفية بعض الإنتاج في مصاف محلية الصنع، ومن ثم بيع المشتقات النفطية إلى المستهلكين المحليين وإلى تجار السوق السوداء في سوريا والعراق. وكانت دول غربية وناشطون اتهموا النظام السوري بعقد صفقات سرية مع تنظيم داعش تشمل إدارة المنشآت النفطية وصيانتها واقتسام. ده موضوع مهم جدا طبعا، لأنه الأمر كله بيتم تباحثه عن طريق أنه يتم الحقيقة استعادة هذه الحقول اللي سيطرت عليها داعش، لأن دي بتمثل قوة كبيرة جدا للتمويل لداعش. على الجانب الآخر أيضا عندنا طبعا الأيزيديات اللي بتعرضنا للاغتصاب. هناك منظمة كردية بتعنى بحقوق المرأة في كردستان تعاونت مع منظمة أمريكية في مشروع لإحصاء النساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجسدي والنفسي أثناء فترة احتجازهن من قبل مسلحي داعش. هذه الفتاة ذات 18 ربيعا واحدة من بين أكثر من 500 فتاة وامرأة أيزيدية تعرضن للاغتصاب والعنف على أيدي مسلحي داعش بعد أحداث سقوط سنجار في أغسطس من العام الماضي. بحسب الإحصاءات والمسوحات الميدانية التي أجرتها منظمة آسودة المعنية بحقوق المرأة في كردستان بالتعاون مع منظمة فايت الفويس الأمريكية، هذه الفتاة تعاني من اكتئاب نفسي حاد، وسردت بغصة وحسرة جانبا مما تعرضت له من ممارسات قاسية من قبل مسلحي داعش على مدى شهرين. جرى اعتقالنا وتوزيعنا على المسلحين، وصرت أنا من نصيب المدعو أبو موسى الذي اغتصبني بكل وحشية، وظل هو وأتباعه يعتدون علي لمدة شهرين قبل أن يلقى حتفه في إحدى الغارات الجوية. أما الغاية من المشروع بحسب الجهة المنفذة فهي توثيق حالات الانتهاكات تمهيدا للمطالبة بحقوق الضحايا. نحن بصدد توثيق حالات النسوة اللواتي تعرضن للعنف بمختلف أشكاله من أجل إقرار حقوقهن كضحايا من قبل السلطات العراقية، وتقديم هذه الوثائق إلى محكمة الجنايات الدولية بغية تصنيفها في خانة جرائم الحرب. وفي مخيمات النزوح تذرف عيون الأمهات الدموع بحرقة وألم وهي تترقب وصول أي خبر عن بناتهن المحتجزات لدى داعش. يحتجز المسلحون 8 من أفراد أسرتي من بينهم شقيقتي واثنتان من زوجات أشقائي. لا أعلم شيئا عن مصيرهم منذ اعتقالهم. إن الحزن يمزق أحشائي وأكاد أموت ألما على والدي وأشقائي، ولا أحد يأتي عنهم بخبر يريحني. المشروع يوفر أيضا علاجا طبيا ونفسيا مع تعويضات مادية تبعا لحالات الضحايا.
يقول القائمون على هذا المشروع إن طبيعة الاعتداءات التي تعرضت لها النساء الأيزيديات على أيدي مسلحي داعش قد تركت في نفوسهن أثرا سلبيا عميقا يصعب علاجه على المدى المنظور. هو عزيز زي ما انتم شايفين كمان انا اثر فيا قوي. احنا داخلين على الشتاء، شايفين حضراتكم طبعا المخيمات اللي عايشين فيها، وهنرجع برضو نقول تاني بجانب طبعا المعاناة النفسية اللي طبعا بيعانوها نتيجة للاغتصاب، ولكن احنا برضو بصدد معاناة من الجو ومن التلج. ولو تتذكروا العام الماضي مات منهم الكثيرين وخصوصا اطفال ايضا في الاجواء اللي كان التلج والشتاء والمطرة والبرد طبعا، يعني ربنا يرحم كل هؤلاء. زي ما شايفين حضراتكم مشاهدينا دي الحدود النمساوية مع سلوفينيا، وطبعا هناك تدفق رهيب جدا لانه كتير من اللاجئين لقوا ان هو ده المنفذ ليهم للدول الأوروبية، ولكن النمسا بتعتزم بناء سياج على حدودها مع سلوفينيا للسيطرة على هذا التدفق المهول من المهاجرين واللاجئين، وهو ما يعد سابقة بين دولتين أوروبيتين داخل منطقة الشنغن. لو رحنا للعراق وهنلاقي طبعا ايضا هناك امور سياسيه في العراق دلوقتي، انه مظاهرات واعتراضات وكل يوم والتاني، يعني بتكون في اشدها يوم ايام الجمعات، وكلها مطالبات بالتصليح بالنسبه للامور اللي وعد بها حيدر العبادي، ولكن للاسف الشديد ان البرلمان بيديله فرصه اخيره انه لو لم يتم التصليحات والامور اللي تم الاتفاق عليها بالنسبه لمحاربه الفساد هيسحب البرلمان الثقة من العبادي. على الجانب الآخر ومحاربة داعش، بنلاقي أنه هناك مقتل 100 من داعش في سنجار، وده حسب إعلان القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي في سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق، أنه تم مقتل 100 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية خلال داعش خلال عملية عسكرية بدأت في 8 من الشهر الجاري. ولكن داعش أعدم أكثر من 200 عنصر من الشيشان وأسيا الوسطى حاولوا الانشقاق. اللي بيروح لداعش يريد ياخد باله إن هي ذهاب بالعودة، لو فكر إنه يرجع بيكون مصيره القتل للأسف الشديد. نشطاء من المعارضة السورية نقلوا إنه التنظيم أعدم داعش أعدم أكثر من 200 من عنصر من أعضائه الشيشان ومن منحدرين من أسيا الوسطى، وده من نحو 3 شهور كانوا عايزين ينشقوا عن التنظيم ويرجعوا لبلادهم. طبعا الولايات المتحدة أيضا بتناقش زيادة التدخل المباشر ضد داعش، كل ده كان تم كمان النهاردة طرحه في المحادثات اللي تمت في فيينا. والاستخبارات الفرنسية بتبشر بشرق أوسط جديد. اعتبر مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه أن النزاع في سوريا والعراق ينذر بتغيير في خريطة المنطقة، وبالتالي فأن الشرق الأوسط الحالي انتهى إلى غير رجعة. والكلام ده الحقيقة بيكون جاي عن طريق مؤتمر شارك فيه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وأنه كل هذه الأمور بتؤكد أنه سوريا مقسمة على الأرض، النظام لا يسيطر إلا على ثلث البلد، في حين أن الشمال يسيطر عليه الأكراد، والمناطق الواقعة وسط البلاد تحت قبضة تنظيم داعش المتشدد. وبالتالي هناك التوقعات بأنه في شرق أوسط جديد، وأنه في النهاية هيكون في تقسيم زي ما احنا يعني البعض بيرى أنه العراق وسوريا إلى تقسيم لا محالة. تركيا والخناقات الموجودة والاستعدادات أو الانتخابات اللي بتنطلق بالنسبة لي وسط توقعات بأن يفشل حزب الحرية والعدالة أو حزب العدالة عفوا والتنمية، هو حزب الإخوان، في الحصول على الأغلبية. وطبعا الحزب بينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان. الانتخابات هتكون الأحد المقبل بإذن الله في ظل تململ داخلي ناجم عن اعتراضات عن سياسة أردوغان. وبالتأكيد طبعا الحزب الشعب أو الحزب اللي هو كان فاز أيضا في المرحلة السابقة اللي أردوغان حاول يتحايل بأي شكل من الأشكال عشان تعاد الانتخابات مرة أخرى، بيقولوا أنهم إن شاء الله يفوزوا كمان بأعداد أكثر في هذه الإعادة، اللي كتير جدا معترض على هذه الإعادة.
أما في ليبيا بالنسبة للمروحية اللي سقطت واللي كان على متنها، هذه المروحية كانت تحطمت يوم الثلاثاء الماضي، وبتثير تضارب، هناك تضارب في الآراء وتضارب في الروايات حول أنه يعني الحاجة الثابتة الوحيدة في الموضوع ده أن ميليشيات فجر ليبيا هي تلقت ضربة موجعة بمقتل عدد من قادتها كانوا على متن هذه الطائرة. ولكن هناك كلام كتير بقى، في أحد قادة الميليشيات المتحالفة مع المؤتمر مصطفى الشركاسي توعد بالرد في الوقت والمكان المناسب بينهم بقوة على ضرب المروحية اللي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص بينهم آمر المنطقة الغربية في ميليشيات فجر ليبيا. البعض بيقول إنه ده تم قتلهم أو تم الحقيقة يعني اسقاطها بصاروخ، وهذا الصاروخ كان عن طريق زي ما قلت لحضراتكم الحكومة الوطنية والجيش الليبي يعني. ولكن في بعض بيرى برضو ان ممكن تكون من داعش او من قوات اخرى، ولكن زي ما اتقال في الخبر انه الحاجة الحقيقة الوحيدة اللي موجودة ان في 10 من القيادات فجر ليبيا قتلوا كانوا على متن هذه الطائرة، ومنهم آمر المنطقة الغربية في ميليشيات فجر ليبيا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مو عين الألماني مارتن كابلر مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو ليون. وبرناردينو ليون كان الحقيقة مباحثاته وجهوده باءت بالفشل بعد أن كان هناك اتفاق وتم تغيير هذا الاتفاق، وبناء عليه كانت هناك تظاهرات شديدة جدا ضد ليون. كابلر عنده 62 سنة، وهو كان سفيرا لألمانيا في كل من العراق ومصر، يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، وعمل ضمن فريق وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم للأمم المتحدة في عام 2010. وسيخلف كوبلر برناردينو ليون في مطلع إن شاء الله، يعني طبعا يعني يعتقد أنه هيكون بداية عمله من أول الشهر اللي هو نوفمبر الشهر القادم على طول، يعني بعد يوم أو اتنين. لو رحنا لليمن علشان كده نبقى يعني غطينا الأمور اللي ليها علاقة بالشرق الأوسط عموما، في غارات جوية للمرة الأولى بتطلق من قاعدة العند العسكرية، والقاعدة الحقيقة دي بتعتبر المرة الأولى أن يتم تنفيذ طلعات جوية من قاعدة العند في لحج بعد إعادة تأهيلها. تضم القاعدة هناجر للطائرات وورش لصيانتها ومتارس ومرابض للطائرات. هي أشبه بمدينة كاملة فيها مساكن للضباط وعائلاتهم بالإضافة إلى مستشفى ومدارس. القاعدة تمتد على مساحة واسعة في الصحراء في منطقة خالية من السكان تقترب من ساحل البحر الأحمر بنحو 55 كيلومترا، مما يسهل عمليات الإنزال لإمداد القاعدة بالسلاح أو الانسحاب منها عن طريق البحر. أما بالنسبة لموقعها الاستراتيجي من مدن الجنوب، فتقع القاعدة في محافظة لحج جنوبي البلاد على بعد 60 كيلومترا شمال مدينة عدن. وتنطوي القاعدة على أهمية بالغة لأنها تؤمن الطرق نحو عدن ولحج وأبين، فضلا عن أنها تشكل منطلقا لكافة العمليات باتجاه هذه المحافظات اليمنية. ومن ثم فإن السيطرة على القاعدة سيقطع طريق الإمدادات القادمة لميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء عبر خط تعز عدن بكل تفرعات. ده بالنسبة للناحية العسكرية، وإنه في طائرات التحالف بتكثف غاراتها على الحوثيين في تعز، والحقيقة ده أدى إنه حال الناس في تعز حال يرثى له الحقيقة، وهناك استغاثات كثيرة جدا من المدنيين في تعز بإنه بيوتهم بتتعرض للضرب، وإنه أطفالهم مش لاقيين ياكلوا، وإنه الأوضاع يعني شبه مأساوية أو مأساوية بالفعل الحقيقة. وده اللي يمكن زي ما بنقول يعني بتهتم بيه الحقيقة حقوق منظمات حقوق الإنسان، وإنه هناك يعني حقيقي فعلا حال صعب جدا. إيه اللي خلى بقى إنه في هذا الوقت، طبعا الحروب والطرفين اللي بيتصارعوا في تعز سواء كان من الحوثيين أو من المقاومة الشعبية التابعة لعبد ربه منصور هادي، إلى الآن لم يتم حسم الاشتباكات بينهم، واللي بيدفع الثمن الناس الغلابة اللي في النص.
ايه اللي بقى خلى ان احنا نلاقي تصريحات من السعوديه بيقولوا فيها دلوقتي وعلى لسان وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير بانه قرب انتهاء العمليات العسكريه اللي بتقودها السعوديه ضد المتمردين الحوثيين او حلفائها في اليمن؟ ده كان في مؤتمر صحفي في هاموند في الرياض، انه الحمله بتقترب من نهايتها، الا ان من نهايتها، وانه الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين قبلوا قرار مجلس الامن الدولي 2216 والدخول في محادثات الامم المتحده على هذا الاساس. هل صحيح فعلا انه اقتربت من نهايتها بالرغم ان هم لم يحققوا الانتصارات اللي كانوا بيأملوا ان هم يحققوا، على برضو في المأساة اللي بيعاني منها الحقيقة الشعب اليمني، وأيضا في كتير جدا من وسائل الإعلام قالوا إنه الغارات التحالف على اليمن من المدعومة طبعا واللي بيترأسها السعودية إن هم قصفوا مستشفى بصعدة، ولكن العسيري أو ركن العميد ركن أحمد عسيري كان بيقول رد على هذه، يعني اعتبرها مزاعم، وقال إنه طائرات التحالف لم تشن أي غارة في مركز المحافظة، وإنه طائرات التحالف شنت عدة غارات في المحافظة الواقعة شمالي اليمن، إلا أنها لم تضرب أي هدف داخل مدينة صعدة نفسها، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق لمعرفة أسباب انفجار المستشفى. وده طبعا كان نفي أيضا، يعني تابع هذا النفي من المتحدث باسم القوات التحالف العربي مندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أيضا عبد الله المعلمي، نفى استهداف طائرات التحالف العربي مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في صعدة شمال اليمن، معربا عن أسفه للتصريحات اللي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الصدد. طب نصدق مين؟ هنصدق بان كي مون ولا هنصدق التحالف بأن هو لم يضرب المستشفى اللي هي في صعدة؟ الله أعلم الحقيقة فين. ده زي ما بقول لحضراتكم، لأنك دائما الحقيقة في الموضوع بتاع اليمن ده بتلاقي أنه بتصريحات، يعني الصور بقى هي اللي هتتكلم والدنيا اللي هتتكلم، لأنه دلوقتي المستشفى دي مين اللي هيكون يعني أطلق عليها صواريخ ولا أن يعني فجر هذه المستشفى؟ فيعني كان في الموقف بتاع أمريكا لما حصل الضربة اللي في أفغانستان، اعترفت أمريكا واعتذرت. فأنا كنت أتمنى طبعا أن يكون برضو التحالف يعتذر أو يعني يقر بده، ولكنه بينفي. لو رحنا بقى لبعض الأخبار القبطية الحقيقة، وزي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للكنيسة اللي كانت في نجع حمادي، الكنيسة الأول عرفنا الخبر عن طريق نشر صور من بعض رواد التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، إنه الحقوا يا جماعة كنيسة العذراء اتكسرت بإيد الشرطة. فالحقيقة حتى اللي نشر الخبر كان بيقول عنه ان انا اول مرة اتكلم عن الشرطة، لكن انا بحترمهم جدا، لكن اللي حصل في مركز نجع حمادي انه من زمان بتتعامل مع الشرطة بتحمي الناس اللي معاها فلوس، وانه واحد من النواب كان متغاظ من المسيحيين مش ما عشان ما انتخبهوش، واول ما عرف انه مش هينجح اشترى مركز نجع حمادي بالفلوس ونزل الشرطه الساعه 5 الصبح وقاموا بتكسير كنيسه العذراء في قريه الرحمانيه مركز نجع حمادي محافظه قنا. والصور دي في مذبح، لو رجعنا بالصور كمان في المفروض مذبح خشبي، هو ده المذبح، ده مذبح من الخشب زي ما انتم شايفين الصوره. الكنيسه قديمه جدا الحقيقه، وطبعا يعني انه اللي اتقال انه الخبر ده بعد كده ناس قال لك يا جماعه ده ما فيش كنيسه، ناس ردوا تاني ناس من هناك قال لك لا الكنيسه دي موجوده، وبالفعل حصل الاعتداء ده وتم القبض على 5 افراد. واللي حصل انه الكنيسه دي مفروض ان هي مش بيصلوا فيها ليهم 20 سنه، ونفسهم انه يتاخد تصريحات بحيث انه يتم الصلاه في الكنيسه مره اخرى. وكان خبر تحديث لهذا الخبر نشرت جريده وطني، خبر الحقيقة بيقول انه تم اخلاء سبيل الخمسة على لسان طبعا كاهن الكنيسة بنجا حمادي، بيقول ابنائنا الان بمنازلهم وفي متابعة لاحداث الاعتداء على كنيسة العذراء مريم بقرية الرحمنية ابلي بمركز نجا حمادي. كان هناك جريدة الوطن بتقول كده، تحدثنا مع الاب اخوم عادل راعي الكنيسة الاطمئنان على ابناء الكنيسة اللي تم احتجازهم على غرار هذه الواقعة. القمص بخوم قال لقد تم
تم الإفراج عن الشباب اللي تم احتجازهم في هذه الواقعة، وكان منطوق الإفراج كالآتي: يخلى سبيل المتهمين من سرايا المركز ما لم تنسب إليهم قضايا أخرى، وتم عمل فيش ولم تنسب إليهم أي قضية، وتم خروجهم بسلام وهم الآن بمنازلهم. القمص بخوم أكد أن الأوضاع في القرية هادئة نتيجة تعاون قوات الأمن، وقال: بننتظر تنفيذ ما وعد به الأمن بإعطاء تصريح رسمي بفتح الكنيسة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث أكد المحافظ للمرشحين الذين ذهبوا إليه للتحدث بخصوص الكنيسة أن التصريح موجود بالفعل وسوف يتم تسليمه للكنيسة بعد ظهور نتيجة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب. فلذلك نحن ننتظر تنفيذ ما وعد به السيد اللواء محافظ إنا فيما يخص إعطائنا هذا التصريح بفتح الكنيسة مرة أخرى. القمص بخوم ذكر تاريخ الكنيسة أن هي أنشئت منذ عام 1934 على يد القمص بولس العابد، مبنية بالطوب اللبن، وقد تم إغلاقها منذ ما يقرب من 20 عام أو أكثر في عيد السيدة العذراء مريم لأسباب طائفية كانت موجودة آنذاك. وقمنا بفتح الكنيسة في عيد العذراء يوم 20 أغسطس من هذا العام أمام أهل القرية، ولم يكن هناك اعتراض من أحد، ولكن أتسبونا محتاجين التصريح الرسمي. نتمنى أن المحافظ اللي وعد بأنه بعد ما تنتهي الانتخابات يتم فعلا اعطائهم التصريح الرسمي وتم فتحها بشكل رسمي ان شاء الله. فده بالنسبه للكنيسه اللي حصل عليها برضو جدل، وناس قالوا لك ما فيش كنيسه واتقوا الله وانتوا بتقولوا ايه. فزي بقول لكم مشاهدينا انه بتبقى فيه، يعني لما تبقى فيه عندك صور موثقه، حتى بعض الناس لما لقوا حد بيرد بالرد ده قال له طب الصور دي تفسرها بايه؟ يعني لما يبقى فيه يعني تكسير بالمنظر ده، مين اللي قصر؟ وايه مصلحه حد انه ينشر حاجه ويقول حاجه؟ حتى الشخص اللي كان ناشر، هو معلش مش معايا اسمه دلوقتي، لكن ده اول حد انا عرفت منه الحقيقه عن طريق يعني نشر الصور والخبر على موقع التواصل الاجتماعي، بيقول كده: انا بقدر الشرطه جدا، ولكن اللي حصل ده نوع من انواع يعني التحيز لواحد من الناس اللي معاهم فلوس في نجع حمادي. وبالتالي يعني ايه، اعتقد يعني احنا الحمد لله ان تم الافراج عن الخمس شباب، ونتمنى طبعا انه ده برضو يعني الحقيقه يعني التكسير وانه يتكسر المذبح الخشب ده يعتبر اعتداء برضو على المقدسات يعني، وحصل قبل كده في مغاغه. فنرجو ونهيب بالشرطه، وانه يكون في يعني حكمه في التعامل مع الكنائس بالتحديد. يعني انت رايح تكسرها ليه؟ محدش اعترض لما صلوا فيها في 20 اغسطس، فانت النهارده اشمعنى النهارده؟ لو انت كنت معترض على افتتاحها وعلى ان بتتم فيها صلوات، كنت ساكت كل الوقت ده ليه؟ لغايه ما حصل خلافات ما بين مرشحين او ما بين مؤيدين الاثنين مرشحين. فيعني بنتمنى طبعا انه يكون في تعقل وامور افضل من كده. في كمان في نفس الحقيقة يمكن برضو كان في أعمال إرهابية حصلت الفترة اللي فاتت، وكان في شهيد أيضا من نجع حمادي، وهو الشهيد بشوي. أنا بس بحاول أشوف الخبر لحضراتكم. وطبعا يعني في مطالب برضو وصلتني عن طريق رسالة من مواقع في يعني على صفحتنا في الفيسبوك، ان هم بيتمنوا انه يكون في مدرسة، يعني المدرسة هناك في القرية يكون الحقيقة يعني تسمى باسم الشهيد بشوي. احنا الفترة اللي فاتت انا متوقفة جدا عند الاحداث اللي بتحصل الكتيرة بالنسبة لعبوات متفجرة في العريش. لسه النهاردة كمان في مدرعة شرطة تم استهدافها الحقيقة، هذا خبر لسه حالا هقوله لحضراتكم. بس خلينا الاول الحقيقة بننعي الشاب المجند بشوي عيد، هو اسمه في البطاقة هاني عيد ملاك، وشهرته بشوي عيد، عنده 22 سنة. كان الحقيقة انفجرت عبوة ناسفة في المدرعة اللي كان هو وضابط وثلاث جنود آخرين على متن هذه المدرعة. وفي جنازة عسكرية مهيبة شيعة أهالي قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة في المنيا، تم الصلاة على جثمانه. وفي كنيسة مارجرجس بالقرية، عفوا انا اتلخبطت ما بين شارونه وما بين نجع حمادي، هي تبع مغاغه في المنيا. المطالب من اهل القريه الحقيقه زي ما بعتوا لي، عايزين انه يطلق على مدرسه هناك في القريه اسم الشهيد بشوي عيد او هاني عيد ملاك، تسمى باسمه.
في ايضا شارك الحقيقه اللواء صلاح زياده محافظ المنيا واللواء حسن سيف مدير الامن ومندوبين عن المطرنيه والقوات المسلحه والمئات من المسلمين والاقباط في تشريع جنازه الشهيد بشوي عيد شارونة من قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا. بننعي طبعا بشوي وبنعزي أسرته، وزي ما بقول لحضراتكم احنا عندنا كل يوم والتاني دلوقتي تفجيرات، يعني لسه حالا يعني ممكن من أقل من ساعة تقريبا كان في خبر عن تفجير، جاء في خبر عاجل عن تفجير عبوة ناس، تفجير أيضا عبوة ناسفة في مدرعة بالعريش واستشهاد مواطن وإصابة ضابط ومجند في تفجير مدرعة بالعريش. دي كان يعني آخر خبر متحدث كان من الدستور، هي اللي بتقول استشهاد مواطن. الموجز كانت بتقول إصابة 3 جنود و4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة، وده كل ده الخبر ده زي ما بقول لحضراتكم لسه يعني منذ ساعات بسيطة يعني تم التحدث عنه، ولكن مفيش يعني تأكيد إذا كان فعلا في شهيد ولا لأ. انفجار مدرعة شرطة في العريش وأنباء عن قتلى ومصابين، ده كان بوابة الوفد من ساعتين. التحديث يعني بعض الأخبار من 4 ساعات كان بيتقال من الدستور ان استشهاد يعني ضابط او مجند، لكن آخر حاجات آخر أخبار نازلة بتقول انهم إصابة 7 أشخاص بينهم 3 من الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بالعريش. موضوع انفجارات العبوات الناسفة اللي بتنفجر دي كل شوية في العريش دي يمكن يعني على يعني لو قلنا مثلا في خلال 10 أيام اللي فاتوا دول ممكن تكون دي 7 أو 8 واقعة يعني، فأنا مش قادرة أفهم برضو إزاي الأمور دي مستمرة وإزاي بتحصد طبعا شهداء وبتحصد من سواء من قوات المسلحة أو من قوات الشرطة، وزي ما بيتقال برضو إن في إصابة مدنيين كمان. فنتمنى الحقيقة إن يكون في يعني زي ما بقول دايما مراعاة بإنه يتم السيطرة على الأمور دي قبل وقوعها. في خلال الانتخابات ويمكن الخبر ده قلناه في الأول الحلقة، أعضاء من حزب النور اعتادوا على أقباط بدائرتي العمرية وبرج العرب، واللي حصل أنه يعني وده على حسب كلام رامي قشوع أحد المراقبين العملية الانتخابية بدائرة العمرية وبرج العرب في الأسكندرية. أعضاء حزب النور اعتدوا بالضرب على ريمون رفعت نسان وجيه رفعت نسان أثناء تواجدهما أمام مدرسة الأمرية التجارية للإدلاء بأصواتهما في انتخابات الإعادة. تم تحرير محضر بقسم العمرية أول برقم 10214 لسنة 2015 إداري العمرية أول، واتهم فيه الاثنين اللي تم الاعتداء عليهم قيادات ومرشحي حزب النور بالتسبب في الاعتداء عليهما وتحريض أعضاء الحزب على هذا الاعتداء. طبعا يعني دي حاجة حاجة غريبة جدا. من التقارير اللي اتقالت على فكرة في المؤتمر الصحفي اللي كان بالنسبة للجنة العليا للانتخابات انه اقل محافظة في المشاركة في العملية الانتخابية كانت محافظة الاسكندرية، وزي ما انتم شفتوا يعني اذا كنتم مش ما خدتوش اساسا كحزب نور يعني ولا الناس انتخبوا القايمة بتاعتكم، فانتوا بتعتدوا على مسيحيين ليه بسبب يعني مقاعد ولا كلام من ده، وفي النهاية خدتوا 10 مقاعد لا تمثل اي شيء، ودلوقتي بتتهموا العملية الانتخابية انها عملية غير نزيهة وكلام غريب جدا جدا يعني بصراحة. في من الاخبار التانية الحقيقة برضو انه انا وقفت عند الخبر ده وضحكت. برهامي بيقول جمع التبرعات للنصراني المحتاج داخل المسجد جائز شرعا. بصراحة مستغربة قوي، يعني لا انتوا بتعيدوا عليهم ولا انتوا وانتوا معتبرينهم كفرة، وحتى في تصريحات ليك يعني مغزية جدا لما حد سألك عن المسلم اللي يتجوز مسيحية المفروض يحبها ولا لا، قلت له ما بتحبهاش وهم أعداء لينا، ويعني ممكن حتى لو جبت منها أولاد تحيي أولادها وهي لأ، فإزاي بقى النهاردة يعني حضرتك بتقول إنه جائز إنك تلم فلوس وتبرعات للنصراني المحتاج؟ مش فاهمها. اسمع علينا يعني ان هو يعني ان الجار النصراني المحتاج ممكن ان يتجمع له التبرعات، وده كان في موقع انا السلفي. احترق بيت اسره، كان يعني سؤال جاي له انه احترق بيت اسره مسيحيه بجوار المسجد اللي كنا نجلس فيه بسبب انفجار انبوبه بوتاجاز، وانه جمعنا تبرعات ليهم عشان اعاده بناء الشقه، فهل ده جائز؟ فكتر خير والحقيقة لنا إنه جائز. طبعا بنقول للقداسة البابا توادرس ألف حمد لله على سلامة عودتك بالسلامة،
للقاهرة في بعد الزيارة اللي استغرقت 3 أسابيع. وطبعا شفنا الحقيقة قد إيه تفقد الرعية في كثير من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كاليفورنيا، وتفقد 42 كنيسة ودير، وضع حجر أساس ل4 كنائس، ألقى 50 عظة. ده يعني كده اللي هم جمعوه في الخبر، ولكن أنا حاسة أن الحقيقة قداسة البابا يعني عمل مجهودات كبيرة جدا جدا، شفناها ما بين تدشين وما بين حجر أساس وما بين عظات، وزار كم كبير جدا. وطبعا كان ايضا الحوار اللي يعني شرفنا بانه قداسة البابا سمح لنا بيه الحياة مع القنوات، ودي برضو يعني بصراحة حاجة جميلة جدا. بنهني برضو قوات الجوية لانضمام ال4 مقاتلات جديدة من F-16، دي برضو يعني خبر جميل جدا، وده بيقال عنه في إطار التعاون ما بين أو العلاقات تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية. احتفلت القوات المسلحة بانضمام 4 من المقاتلات الحديثة متعددة المهام طراز F-16 إلى أسطول القوات الجوية. وزي ما انتم شايفين دي صورة لواحدة من المقاتلات، ودي الأربعة هم مقاتلات F-16 بعد دخولها الخدمة الجوية. هناك أيضا تم العثور على 3 رسائل تهديد من داعش داخل عبوة هيكلية بالجيزة، وأجهزة الأمن بتكثف جهودها لفك لغز العثور على 3 رسائل من تنظيم داعش الإرهابي كانت بداخل عبوة هيكلية ملقاة بجوار أحد الفنادق بمنطقة الهرم. والرسائل عبارة عن صورة لإرهابيين ملثمين يرفعون علم داعش، الثانية رسالة تهديد للجيش المصري، والثالثة تدعو لانتخاب أحد مرشحي البرلمان. بنقول برضو للمشاهدين خلوا بالكم انه الارصاد ما زالت بتحذر من الساعات المقبله بانه في عدم استقرار في الجو، سحب ممطره سوف تتكاثر على اغلبيه انحاء او اغلب انحاء الجمهوريه حتى القاهره، وهتكون في امطار غزيره وهيكون في رعد، وعلى السواحل الشماليه وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ممكن تصل لحد السيول على منطقه سيناء، وهيكون في امطار خفيفه في إلى متوسطة على القاهرة، فأرجوكم خلوا بالكم. القصة في الآخر معلش يعني وقتنا بتهيألي هيسمح للسيدة منى اللي هي كانت الأول اعتدى عليها، دي موظفة بوزارة الزراعة، اعتدى عليها واحد من أفراد الأمن في مجلس الوزراء. المهندس شريف إسماعيل أمر لما عرف الموضوع التقى بيها وعرضت عليه المخالفات. الخبر تمام كده مشكوركم. عرضت الحقيقة طبعا يعني التقت بيه وعرضت عليه أنه في مخالفات مالية بالوزارة، وكبار مسؤولين بياخدوا هدايا ورشاوى رشاوي وبيوزعون مكافآت على أنفسهم من الصناديق الخاصة. وقالت أن رئيس الوزراء وجه وزير الزراعة بالجلوس معها والاستماع لها، وأن هي هتروح للنيابة العامة عشان تستكمل التحقيقات حيال هذا يعني الموضوع ده. طبعا ده استكمال، انتوا فاكرين وزير الزراعه اللي اتقبض عليه وكانت قال انه لسه في فساد تاني في وزاره الزراعه. فالحقيقه مشكوره السيده منى، كانت زي ما انتوا شايفين ده لما اعتدى عليها بالضرب واحد من الامن قدام مجلس الوزراء، وطبعا يعني كان حاجه برضو مش حلوة أبدا يعني أنه يتم الاعتداء عليها. عموما بنشكر سيادة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه التقى بها، وأن هي قال لها نصحب أو يعني أشار لوزير الزراعة الجديد أنه يقعد معاها ويستمع إليها، وأن هي برضه هتلقي بالتصريحات اللي هي بتقولها بالنسبة لأمام النيابة العامة أيضا، لأنها الحقيقة اللي اتقال أنها عارضت على رئيس الوزراء كافة التفاصيل المتعلقة بمشكلتها ومنعها من دخول وزارة الزراعة والتعنت ضدها لكشفها مخالفات مالية بالوزارة، وأنه في كبار مسؤولين بيتلقوا رشاوي. طبعا يعني حاجة مؤسفة، ونتمنى أنه كله يعني كل اللي عندهم مشاكل يعني في هذا الأمر يعني يحاولوا يتواصلوا مع الحقيقة مع طبعا المسؤولين. طبعا احنا كان عندي كل دايرة مين اللي فاز فيها على سبيل المثال، ولكن علشان خاطر الوقت طبعا كل واحد كل مجموعة احنا زي ما قلت لحضراتكم الجميل ان احنا كان عندنا بعض الاقباط نجحوا، زي مثلا في بعض الدوائر، وفي عندنا برضو السيدات او المرأة كان ليهم تمثيل ايضا جيد بالنسبة للفردي،
واللواء تدرس كالدس نجح في مقعد المستقل هو بمقعد دايرة بندر أسيوط أمام منافسه المرشح محمد الصحفي. ده على سبيل المثال بس، أنا بحاول أقلب كده. ثلاثة أقباط فازوا في ثلاث محافظات، إيهاب منصور بسطاوي مقعد البرلمان بدايرة العمرانية وقلت لكم تدرس، وعندنا كمان شريف موسى في الشريف نادي موسى في ملوي، ده من المصريين الأحرار. المرأة كان ليها برضو يعني الحقيقة يعني دور كويس. آخر حاجة إن كان في الحقيقة نجيب ساويرس قال انتخابات نزيهة بفضل ثورة يناير وسيظل المصريون أحرارا. طبعا يعتبر حزب المصريين الأحرار يعتبر أكبر حزب حصد برضو نسبة مقاعد بالنسبة للأحزاب. برجوكم نخلي بالنا من الجولة التانية إن شاء الله، أو من المرحلة التانية للانتخابات، ولازم كلنا نشارك ولازم نحاول إن احنا نركز على المرشحين سواء في الفردي أو في القوائم الفترة اللي جاية. بشكركم لمتابعتنا مشاهدينا، وألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.